مشاهدينا اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج صباح النور، ودائما من استديوهات التلفزيون العربي في بيروت. صباح النور لك كبا. صباح النور لك راوية. الحمد لله. صباح النور لكم مشاهدينا. فقرات ومواضيع مختلفه لليوم، وزياره الى مغزى في تونس. قرحة المعدة عند الأطفال موضوعنا الطبي لليوم. نعم، ومعرض فني في لبنان تحت عنوان ثورة ضد سوء إدارة النفايات. وإلى ثورة بعالم الرياضة دائما. واليوم مع يوسف قريب أغلو. صباح نور يوسف. صباح الخير لكم. مثل ما شايفين اليوم عم نحضر لتمارين لتقوية الظهر، أكيد فكونوا معنا بحركات جديدة اليوم. بانتظارك بانتظارك. وماذا لدى الشيخ فؤاد واختصاصية التغذية نور قرا علي اليوم؟ صباح النور لكما. صباح النور هبة، صباح النور راوية، وطبعا صباح النور للمشاهدين. صباح النور يا نور. صباح الخير. واليوم بدنا نحضر وصفة كتير مميزة وسهلة، اللي هي كيك بالبرتقال مع كريمة الفراولة. رح حضرها بطريقة مبسطة وسهلة. وكثيرة بالزبدة، فينا نشوف كمية الزبدة اللي مستعملها اليوم. مثل ما شايفين حستعملها لي كمية الزبدة داخل الكريمة، رح تكون سريعة وسهلة ولذيذة. حتى نشوف نور. أنا كمان عندي حتكون سريعة وسهلة ولذيذة، ولكن بدون استعمال الزبدة، وأكيد شيء كتير طيب أقل بالسعرات الحرارية. أكيد انطرونا خلال الحلقة. بانتظاركم. بانتظاركم. طبعا هذا بالإضافة إلى فقرات عديدة أخرى يا هبة. البداية ستكون من سريلانكا، حيث نجح الفنان ديمال في تركيب المجسمات من خلال الحصى والصخور بدقة لا متناهية. المزيد في هذا التقرير. منذ بدأت الدراسة في الجامعة عملت مع فنانين تعلموا فنون الشارع، وهناك تعلمت كيف أحقق التوازن بين الصخور. بدايتي كانت بسيطة، ثم تدرجت في موازنة الأحجار الكبيرة. عندما أذهب للعمل في مدينة كاندي كنت أسبح في نهر مجاور، وهناك بدأت في موازنة الصخور، وهذا منذ 3 سنوات ونصف، لا أتذكر التاريخ بالتحديد. عندما تضع حجرا فوق حجر ستكون هناك نقطة توازن أخرى، وهذه هي الطريقة التي يجب أن تعرفها، وهي النقطة ثم تضع صخرة فوق أخرى. أنا لا أستخدم أي أداة خاصة، أقوم فقط بموازنة الصخور بيدي. يداي هما الأداة الوحيدة. فن موازنة الصخور موجود في جميع أنحاء العالم، وأنا أريد أن أبعث رسالة للجميع مفادها أن هذا الفن يمكن أن يقلل من ضغوط الحياة اليومية، وهو طريقة للتأمل، وأنا أمارسها على هذا الأساس. يعني معروف هبة، التنوع البيولوجي الموجود بسريلانكا، هذا الثراء بمكنونات الطبيعة يسمح لهؤلاء الفنانين بالإبداع وب يعني هذه المجسمات وإجراءها. صحيح صحيح راوية، وهذا النوع من الفنون بحاجة لتركيز وبحاجة لتوازن، ربما طبيعتنا كلها معتمدة على هذا. صحيح. التوازن. بعد قليل مشاهدينا سنتناول موضوع الأسر المهاجرة وما تعيشه من صراع بين الحلم بحياة أفضل والحنين للوطن. من هنا ننتظر مشاركاتكم وأراءكم وتجاربكم على رقم الواتساب الذي يظهر الآن أسفل الشاشة. كما نرحب أيضا مشاهدينا باقتراحات
أسئلتكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وبالبرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. ما هي آخر الأخبار والمستجدات على الصحتين العربية والعالمية؟ تطلعنا عليها الزميلة وعد مع الخبر. صباح الخير، وهذا موجز لأهم الأخبار. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن القوات الأمريكية ليست بأمان في المنطقة، ومن الممكن أن تكون القوات الأوروبية في خطر مستقبلا، مؤكدا أنه لهذه الأسباب فإن على الدول أن تعمل مع إيران لتعزيز الأمن في المنطقة. من جهة أخرى، رفض روحاني فكرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستبدال الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بآخر تدعمه الولايات المتحدة. وقال روحاني: لا أعرف ما كان يفكر فيه رئيس الوزراء في لندن عندما قال بوضع خطة العمل الشاملة المشتركة جانبا وتنفيذ ما أسماه اتفاق ترامب، مضيفا أن ترامب لم يفعل شيئا سوى خرق المعاهدات والقوانين الدولية. أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في بغداد مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وسبل الاستقرار وتهدئة المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية العراقية، رحب وزير الخارجية العراقي بنظيره القطري قائلا إن المحادثات ركزت على تخفيف حدة التوتر والتهدئة في المنطقة وعلى ألا يكون العراق ساحة للمعارك. في سياق متصل، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية من حرب شاملة وفوضى لا توصف في منطقة الشرق الأوسط في حال حصول مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. قتل 18 مدنيا سوريا جراء غارات شنتها قوات النظام على مدينة إدلب في شمال غرب البلاد وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو الخميس بموجب اتفاق مع أنقرة. وأشار المرصد إلى عشرات الضربات الجوية التي شنتها طائرات النظام وروسيا في محافظة إدلب وتحديدا في ريفها الجنوبي، حيث قتل أيضا مواطن في غارة طالت بلدة الحاس. أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن أبو بكر مصطفى مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لإعادة هيكلته. وقتل 5 أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة تمرد نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز وفق ما أعلن مسؤولون ومصادر طبية. وقعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب وأحالته إلى مجلس الشيوخ استعدادا لبدء المحاكمة البرلمانية الهادفة لعزل الرئيس 45 للولايات المتحدة. وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في تصويت الأربعاء على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب على مجلس الشيوخ استعدادا لبدء المحاكمة الهادفة لعزله. ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة المفصلية الثلاثاء المقبل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وقد تدوم لعدة أسابيع ويقرر خلالها مصير ترامب في الرئاسة. ننتقل إلى عناوين الصحف والبداية من القدس العربية التي تناولت في رئيسيتها قصف النظام السوري أمس على سوق شعبية في مدينة إدلب وسقوط 18 مدنيا وعددا كبيرا من الجرحى. وننتقل مشاهدين وإياكم إلى الكويت مع جريدة الراي، وفي رئيسيتها تناولت تفرد الحكومة بإعلان الموازنة العامة للدولة وتحول موقفها من الموافقة إلى رفض الأولويات التشريعية ذات الطابع الشعبي التي كانت موضع توافق سابقا. ننتقل إلى العراق مع جريدة المدى التي تناولت في رئيسيتها تصاعد الحرب الكلامية بين واشنطن وبغداد على إثر قرار البرلمان الأخير بالطلب من عبد المهدي طرد القوات الأمريكية. إلى الأردن مع جريدة الدستور وفي رئيسيتها خطاب الملك عبد الله الثاني أمس الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الفرنسية، وعن القدس والأمن في المنطقة العربية والخليج.
من لبنان اخترنا لكم جريدة النهار التي عنوانت حول قلق من أصداء الشارع حول الصيغة والتشكيلة الحكومية الموعودة في ظل عودة المحتجين إلى الشارع. والختام كالمعتاد مع العربي الجديد وفي رئيسيتها مسودة فضفاضة لمؤتمر برلين المزمع عقده الأحد حول الأزمة الليبية. وترامب وأردوغان يستبقان المؤتمر بمباحثات في اتصال هاتفي. صورة الغلاف خصصتها لتمرد قوات من الاستخبارات في السودان والذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص وأثار مخاوف من محاولة انقلاب قبل أن يتمكن الجيش من إفشاله. أما زاوية الحدث فتناولت انتهاك السلطات المصرية لحقوق الصحفيين مرة جديدة عندما دهمت الشرطة مكتب وكالة الأناضول التركية في القاهرة وأوقفت 4 عاملين فيها بينهم تركي. كاريكاتير العربي الجديد يصور لواء المتقاعد خليفة حفتر يطلق النار على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا في إشارة إلى خرقه. ورسم بريشة الفنان عماد حجاج. ومع الكاريكاتير نصل إلى ختام وقفتنا الأولى. ملتقانا يتجدد على رأس الساعة. شكرا للمتابعة. معلومة جديدة، ولكن إذا كانت سميت بنسبة إلى الكلاب أو الطيور، ولكن هي جميلة. يعني صحيح. هذه الجزيرة من أجمل الجزر حول العالم ومعروفة، وهي مقصد للسياح. صحيح صحيح. تقريرنا التالي مرتبط بالحيوانات أيضا وتحديدا بالخيول، حيث حضرت السلطات التركية العربات التي تجرها الخيول لمدة 3 أشهر، وذلك في جزيرة تقع قبالة إسطنبول بعد إعدام 81 حصانا. لماذا؟ نتابع الجواب في هذا التقرير من إسطنبول. عربة تجرها الخيول وصوت وقع حوافرها وهي تقطع الشوارع. أهم معالم جزر الأميرات في إسطنبول يعيشها كل زائر يذهب في نزهة فوق التلال، إلا أن أيام هذه النزهة باتت معدودة بعد قرار بتعليق العمل بعربات الخيل أقره حاكم إسطنبول. هناك أمراض كثيرة، الخيول تموت لأن بعضها يترك من دون علاج، كما أنها تعاني من نقص الرعاية وسوء في التغذية ونقص الغذاء، بالإضافة إلى سوء الأحوال المعيشية. قرار الحاكم جاء بعد تفشي مرض الرعام المعدي والمميت، ما أدى إلى إعدام أكثر من 81 حصانا في جزيرة بيوك أضا وحدها. عربات الخيل هذه تمثل مصدر رزق لكثيرين، وحسن واحد منهم. لا نريد أن تحضر عربات الخيل، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن بالنسبة للحيوانات أيضا. أين ستذهب الخيول عندما تحضر العربات؟ من سيتولى رعاية هذا العدد الكبير من الخيول؟ يوجد أكثر من 2000 حصان هنا. هدم الاسطبلات غير القانونية وبناء أمكنة للحجر الصحي لاحتواء الأوبئة كان أيضا من ضمن القرارات الأخيرة. وجود العربات سيبقى رمزا فقط في خطوة تهدف إلى الحد من انتهاكات حقوق الجياد التي تعمل ساعات طويلة في نقل ركاب داخل الجزيرة التي لا تتحرك في شوارعها السيارات والحافلات. يعني جزيرة الأميرات من الجزر الجميلة جدا باسطنبول. ما بعرف، بعتقد كل حدا راح اسطنبول لازم تكون مقصد لإله. ولكن هالمرض أيضا مؤذي جدا، يعني بعتقد أنه الأخذ بالاحتياطات اللازمة، لأنه يعني هذا المرض مؤذي للحيوان ومؤذي أيضا، ممكن أنه ينتقل للإنسان بطرق مختلفة. صحيح، خاصة أنه هكذا جزيرة وبلد ومدينة أصلا مثل إسطنبول تستقطب العديد والملايين. صحيح. من الزوار، فأخذ الحيطة والحذر مهما جدا. نعم. الآن سنتحول إلى موضوع يعني
يمسنا ربما جميعا ووجود في كل منزل عربي على ما أعتقد. الدراسة، العمل، التطور الوظيفي أو حتى الحروب وغيرها مشاهدينا دفعت العديد من الأسر للهجرة إلى دول أخرى والعيش فيها، يحلمون بالعودة دائما لأوطانهم ويتمسكون بكل الذكريات من هنا ويحاولون نقلها لأبنائهم بكل الطرق. الأسرة المغتربة بين حلم بحياة أفضل وحنين يشدها لأوطانها، هذا موضوعنا مع الدكتورة ندى العابدي، عضو مركز همم للبحث والتحليل الاجتماعي، التي انضمت إلينا مباشرة من بغداد. حيث أنت من العراق، من فلسطين، من كل دولة عربية هاجر أبناؤها بموجات الهجرة التي تعتبر قديمة وليست بحديثة، إلى دول يطمحون فيها بحياة أفضل وبعيش كريم وبكرامة. لماذا نهاجر أصلا؟ وكيف نبقي هذا الارتباط بالبلد الأم؟ صباح الخير لك سيدتي، وصباح الخير لكل الأخوة في قناة العربي ولكل من يشاهدنا الآن، وصباح الخير لكل الذين تغربوا بعيدا عن أوطانهم وهم يتجرعون مرارة الاغتراب الذي سببه أننا نرتبط بالأرض التي ولدنا عليها، هذه الأرض اللي فيها ذكرياتنا، فيها تاريخنا، فيها حضاراتنا، فيها الناس اللي نحبهم واللي هم يشتركون معنا بالكثير من المشتركات الثقافية والتاريخية والمشتركات الآنية اللي هي تحمل نفس الهام، تحمل نفس التطلع، تحمل نفس الأحلام بوطن آمن. الأغلب الأسر العربية هاجرت بسبب ما اجتاح المنطقة العربية من صراعات، من حروب، من مشاكل، من سوء استخدام للثروات، سوء استخدام للسلطات، فضلا عن التعنصر ربما إضافة إلى المطاردات السياسية والعرقية والعنصرية. هذه كلها، حتى الوضع المعيشي السيء، ربما سوء الخدمات، عدم احترام كرامة الإنسان، تجعل الإنسان يطمح إلى وطن تحترم في إنسانيته وتحترم في كرامته، خاصة أن الغرب قد تقدم علينا أشواطا كثيرة في أن يحافظ على كيان الإنسان ووجوده بأساليب عديدة، منها التعليم، منها التأمين الصحي، منها الأمن اللي على مستوى الحياة بشكل عام. كل هذه الأمور تدعو الأسرة العربية أن تغترب وأن تبتعد بعيدا عن وطنها، وطبعا العامل الاقتصادي هو السبب الرئيس. نعم، يعني رغم كل الأمور الإيجابية التي تحدثت عنها بمعنى أن نجدها بدول الاغتراب، ولكن مثلا جنى من فلسطين تقول أنها تفضل أن تموت بوطنها على أن تنذل بالغربة بعدما رأته ورأت ما يتعرض له الفلسطينيين والسوريين. يشاركها الرأي أيضا محمد من السودان والعديد من مشاهدينا. يعني رغم كل شيء، ما التحديات التي تواجهها الأسر المغتربة حتى أحيانا تصل إلى درجة تتمنى فيها الموت بأرضها ولو بكرامة؟ نعم، للأسف سيدتي هنالك الكثير من التحديات اللي تواجه هذه الأسر، خاصة المهاجرة من مناطق حصلت بها صراعات وحصلت بها حروب. نعم. واحدة من أكبر هذه التحديات هي العنصرية في المناطق اللي هاجرون إلها. تعرفون حضراتكم هنالك حركات ترفض الهجرة، هجرة الشرقيين إلى الغرب، وبالتالي هنالك نوع من العنصرية، نوع من الرفض، هنالك أصوات تنادي بطرد هؤلاء المغتربين لاتهامهم بعدة حجج، واحدة منها الإرهاب أو صحيح. ربما يعني أمور أخرى، منافستهم في فرص العمل وما إلى ذلك. هنالك تحديات الاندماج الثقافي، يعني تعرفين حضرتك العرب جايين من بيئة من أقصى الشرق تختلف تماما عن البيئة الغربية، لذلك من الصعب جدا أن يندمج هؤلاء إلا بعد مرور فترة، وربما تواجههم تحديات في تربية أبنائهم بالبيئة الجديدة ومحاولة الحفاظ على الرباط الوطني بأوطانهم.
أكبر التحديات هي الوحدة، يعني الإنسان في وطنه يكون محاط بأهله وأصدقائه وأقربائه اللي يشاركهم بالعديد من همومه وربما حتى يساعدوه في أوقات الشدة، لكن في الغربة الإنسان يعيش وحيدا، قد لا يستطيع أن يجد من يشاطره الهم. أيضا التحديات الأخرى هو عدم الاستقرار، يعني قد لا يستقر الإنسان بسبب عدم استقرار وضعه الاقتصادي، وبالتالي قد يضطر إلى التنقل من مكان إلى آخر. أيضا التحدي الآخر هو أكبر التحديات هي الأمراض النفسية اللي قد تواجه الإنسان، ووحدة منها هو الهومسك، قد يعني يعيش المغترب بحالة نفسية يحيط بها الخوف والقلق من المستقبل ومن المجهول، فضلا عن الخوف حتى من الناس اللي عادوه أو اللي يتعنصرون. نعم. طيب دكتورة، أريد أن أتوسع قليلا بالنقطة التي طرحتيها عن تربية الأطفال، يعني الأهل عندما يذهبون إلى دولة جديدة خاصة إذا كانت غربية يجدون صعوبة في البداية بالتأقلم، ولكن بعد سنوات بالخلال اكتساب لغة جديدة التأقلم تصبح الأمور أسهل، ولكن الأطفال الذين يولدون في تلك البلدان يتشربون ثقافتها، يتشربون أفكارها وقيمها، وهي مشكلة يعاني منها الأباء بأنه يريدونهم أن يتربوا على التربية العربية، على القيم العربية. كيف يمكن للأهل أن يدمجوا أو يعني يعملوا هذه الصلة بين أطفالهم والبلد الأم من خلال التربية، الاحتفالات، كل شيء مرتبط بثقافتنا العربية؟ بالفعل، والتحدي الأكبر أن معظم هذه الثقافة الغربية قد تتقاطع مع ثقافتنا العربية، لذلك أولا على الأهل أن يتشربوا أو يستوعبوا الثقافة الغربية، عليهم أن يعرفون ما هي هذه الثقافة وما هي آليات الاندماج أو التكيف معها حتى يكونون مقنعين لأولادهم. نعم. الحفاظ على التراث اللي البلد العربي اللي جاءوا منه يتمثل في أن تكون هنالك يعني حالة من الاستذكار. نعم. لمآثر البلد، ربما المهاجر يأخذ وياه قطع أثرية أو قطع تمثل أو صور تمثل أهم حضارة هذه البلد، خاصة أن المشرق العربي يعني يشتمل على حضارة عريقة. إضافة إلى ذلك محاولة إدامة العلاقة مع الأسر العربية، يعني كل ما كان الابتعاد عن المجتمعات العربية بالغرب أو الأسر العربية، العائلة سوف تتغربن وتصبح غربية تماما، وسوف يندمج الأطفال بالمجتمع الغربي لأنهم لا يجدون من يذكرهم بأصولهم العربية، فبالتالي الحفاظ على العلاقات الاجتماعية مع الأخوة العرب بالمجتمع الغربي، إضافة إلى استذكار أخبار البلد، فضلا عن التواصل مع الأهل الأجداد الأعمام العمات. اليوم الإنترنت وفر لنا مساحات قصيرة جدا ربما نستطيع من خلالها أن نتصل بالجميع. أيضا حقيقة مساحة الحوار بين الأهل والأولاد هذه تحتاج من عندنا أن نقنع أولادنا بثقافتنا، وهذه الثقافة يجب أن تكون ديمقراطية حوارية حتى لا تتقاطع مع ما يتلقوه في مدارسهم. إذا كنا نمارس الدكتاتورية على أبنائنا أو نمارس عليهم فرض الرأي، هذا بالنتيجة راح يخليهم يرفضون كل ما يبدر من عندنا، حتى وإن كان هذا اللي يبدر هو التذكير بثقافتنا العربية، لأنه الأطفال راح يربطون لغة خطابنا بالثقافة اللي جئنا منها، فيعتقدون أنه هي ثقافة مبتعدة تماما أو متخلفة تماما عن الثقافة الغربية. لذلك التسلح بالثقافة العربية ومعرفة معالمها وأطرها التاريخية، هذا التثقيف الذاتي للأم والأب يجعل أولادنا يقتنعون بوجهات نظرنا، لأن اليوم إحنا في نظرهم إحنا نمثل الثقافة العربية. نعم. طيب خاصة ولكن أن هنالك تشويه. نعم. غير هذا التشويه الذي تتحدثين عنه، هناك طريقة أحيانا تكون فجة وغير سلسة يعتمدها الأهل من خلال نقلهم للثقافة، ثقافة البلد الأم إلى أولادهم، الشيء الذي يعطي يعني بيعمل مثل نفور من هذه الثقافة، وبأنهم يفرضون أو يسقطون ثقافة لا تمد لما يعيشونه بصلة. صحيح، جدا صحيح. أكبر تحدي يواجه العائلة سيدتي بالغرب هو المفاهيم. المفاهيم بالغرب تعاكس مفاهيمنا بالشرق، واحدة منها مفهوم الحرية، الحرية الفكرية، الحرية الشخصية، فبالتالي طبعا لازم نفهم أنه أبنائنا بالغرب يمتلكون حرية
قد تنطيهم أو تسوغ لهم التمرد حتى على العائلة. صحيح. والعيش منفردين. لذلك لما نستوعب مفهوم الحرية بإطارها الغربي ولكن بمحدداتها الشرقية وفق منظومة القيم الأخلاقية اللي موجودة بالشرق، ولا نتخلى عن إنسانية الشرق لأن الغرب متميز بإنسانيته، ولا نفرض على الأولاد آراءنا الدينية أو آراءنا القيمية، ولكن علينا أن نتحاور معهم ونسحبهم إلى منطقتنا بحوار هادئ بعيدا عن سياسة لوي الأذرع أو فرض الرأي، ولا بأس أن نطلعهم على شخصيات تاريخية مميزة، نطلعهم على منجز حضاري عربي حتى نجعلهم يفتخرون بالبلد اللي ينتموا له أو بالأصل اللي جاءوا منه، على أن لا يذوبوا تماما في البلد الذي ينتموا يعني ولدوا عليه أو عاشوا فيه. الموازنة هي خير الأمور، أن تكون أنت مفتخر بتاريخك العربي أو بأصلك العربي، ولكن تستطيع أن تتكيف مع المجتمع الغربي. صحيح. المنفتح الذي يتقبل الآخر بكل الاتجاهات. صحيح. إذن الدكتورة ندى العابدي عضو مركز همم للبحث والتحليل الاجتماعي، شكرا جزيلا لك، حدثتنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. شكرا سيدتي. أهلا بك مشاهدينا. فاصل، نتابع بعده الفقرة الرياضية، وموضوعنا اليوم كما ذكرنا وضعية الظهر السليمة من خلال التمارين الرياضية، فابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدينا. وكما ذكرت راوية قبل الفاصل، موضوعنا اليوم عن التمارين الرياضية لوضعية الظهر سليمة، ومع المدرب الرياضي يوسف قريب أغلو. صباح النور يوسف. صباح الخير لكم، كيفكم؟ يعني مهم جدا أنه نمارس تمارين رياضية، ولكن الأهم أنه ما نؤذي ظهرنا أو أي عضو بجسمنا. صح. التمارين الرياضية هي إجمالا الأساس فيها أنه نحن نبلش عملية الإحماء للعضلة، والشكل الأساسي هو للظهر يكون جالس أو ما يعرف بالبوستر، لازم يكون بشكل كتير أساسي أنه جالس. هذه المشكلة أكيد الأشخاص اللي فوتوا بلشوا رياضة جديدة بيعانوا منها، ونحن نشتغل على هذا الموضوع. مشان هيك اليوم حلقتنا حتكون مميزة إجمالا، نعطي فيها حركات، والأهم من هيدا كله أنه الوزن ما أنه شيء أساسي، أكيد هي الحركة، كيف نحن واقفين، التنفس، هذا اللي بيلعب دور الأساسي. مشان هيك اليوم حنعطي بعض التمارين الصغيرة. دائما هناك اهتمام خاص من قبل المدربين بوضعية الظهر بالتمارين الرياضية وبالحالة، يعني حالة الظهر الصحية للمريض. لأي مدى هناك أهمية لظهر الإنسان بشكل جسمه يكون صحي؟ نعم. هي الأهمية الأساسية بكل شيء إجمالا بالجسم هو الظهر. نعم. هلا مثلا نحن كنا عم نحكي عن الظهر، الظهر يعني المعدة، اللور باك أو الظهر السفلي من تحت، كله متعلق فيه. بالضبط. يعني هي الفكرة، أنا إذا بدي أوصل لمطرح متطور بالرياضة بدي يكون عم بحمل أوزان، بدي يكون الشكل فعليا سليم وصحي، بدي يكون فعليا ظهري قوي. ولنكون عم نعمل هذا الشيء ما لازم نتسرع بهذا الموضوع ونبلش دغري أوزان عالية أو حركات ممنوعة أو حركات غلط، بلش فيها شوي شوي، من قوي هون بنعرف وين في عنا المشكله، فيه هون بنعمل شيء اسمه سكان، هو فينا نقول مثل بناخذ صوره معينه عن الجسم نشوف وين المشكله فيه على اساس ما نبلش بهذا الشغل. نعم. خلينا نبدا. يلا حنبلش اول شيء. هلا حطيت الالاستيك او التيوبز او هني النوع من الكاوتشوك لبلش استعمله، وهذا الشيء يفضل اذا شخص عنده مشاكل بظهره نبلش بهيدا النوع من التمرين، لانه في نوع من الضغط العكسي بيصير مش اوزان. ف حنبلش بأول حركة يلي هي أول شيء بدي أصيب أنا كل شيء منطقة من فوق قبل ما أوصل لتحت فيها، فمجرد ما أنا كامش فيهم هيك. هلأ إذا بتشوفوا كتافي كيف جايين جالسين إني فعليا، بس هو نحن بالنسبة لنا مش جالس، أنا مجرد ما كمشتها هيك بدي شد كتافي لورا، يعني بتشوفوا في فرق صار بين 4 أو 5 سنتي شديتهم لورا، هون صار فعليا أنا ظهري جالس، وبدي بلش فيها شوي شوي انزل وبدي أطلع. هلأ الفكرة إنه أنا عم بنزل فيها في عالم عم بيقولوا إنه لا لازم نرجع لورا، وهذا الشيء كثير غلط، لانه فعليا بالرياضه كل شيء انا عم شد فيه لورا ممنوع لسبب واحد، لانه كل الضغط بده يصير على العمود الفقري هو فعليا مؤذي لبعدين. فمشان هيك هذا الماكسيموم تبعه للحركه بده يكون لحديت هون، بعض المطارح بنشد فيها لورا حسب انا الكوع كيف عم تبعه عم يشتغل. فهي اول حركه حبلش فيها بهذا الشكل، انا هون فعليا عم صيب ظهري من النص ومن فوق الطرف تبعه، عم حاول بلش جلس
الكتاف، لأنه إجمالاً الكتاف والعضلات هن عضلات مرتبطة ببعضها، فبهيدي الحالة أنا بكون إجمالاً عم صيبهم. هلأ بهيدا الشيء الوحيد فيني أنا أعمل كتير تمارين، مش تمرين واحد. أنا خلصت أول شيء التمرين من النص، بدي أرجع أنزل على العضلة الأساسية اللي هي اللات أو اللاتيسيمس دورسي اللي هي الأساس تبع الظهر، وأكبر عضلة مرتبطة بشيء اسمه سكابلا اللي هي العضلة اللي بتفتح وبتضب لجوا. فأنا مجرد ما أنا حاططها هيك بدي أنزل شوي بظهري وبدي أنزل بهيدا الشكل على الخفيف، وما كتير بدي أضغط فيها. أنا مجرد ما عم بعملها هيك بقدر حس إنه ظهري عم يشتغل، ومثل ما شايفين الظهر جالس، ماني عامل نوع من الاعوجاج، بالعكس بده يكون جالس وعم بنزل فيه. هلا في شيء كتير اساسي بهذا الموضوع، انه انا اذا جلست اجري عم يروح من هالشيء اللي عم بعمله، انا عم بيروح بالاجرين، لانه صار في ضغط الثاني على الجسم، فالجسم بده ياخده على الاجرين. فمجرد ما انا طعشت شوي ركبي وعم بنزل فيها بهذا الشكل، انا عم بقدر صيبها بشكل كتير منطقي. ما بدنا ننسى يوسف انه احيانا في اشخاص عندهم ديسك بالظهر، وبالتالي بيكون في يعني انتباه لكل التمارين اللي بيقوموا فيها. نعم، هلا مشان قصه الديسك كمان حعمل حركه زياده، بما انه الموضوع فتحناه هلا، وهي حركه كنا عاملينها نحن قبل برا، حارجع عيدها، وهي الحركه الاساسيه للاشخاص اللي عندهم ديسك، لانه في اشخاص بيجوا قله المعلومات بيقول لك لا انا ممنوع اعمل رياضه لانه عندي ديسك، لا ان كان ديسك بالرقبه ولا بالظهر ولا باي منطقه بالظهر فينا نعمل لها حركه، والحركه الاساسيه تبعولتها هي انه انا نايم بدي اكون عم بحمي ظهري بهذا الشكل، بدي مد ايدي لقدام وبدي اطلع فيها على الخفيف. مجرد ما انا عملت هيك فعليا العضلات عم تشد بشكل معين، مع انه انا ما عم بضغط عليها. وهلا فيني خلي ايدي بس هون على الارض واطلع باجري، هون بكون عم صيب بس ظهري من تحت، واذا خليت بس اجري على الارض وطلعت بايدي عم صيب ظهري كله من فوق وعن الجناب ومن النص. فهيدي الحركه كثير اساسيه للاشخاص، كثير نحن بنسمع فيهم هذا الحكي، لا انا عندي ديسك كوتش ما قادر. فهي فعليا شيء سهل، ما في حدا ما في يعمل. زائد 50 او 60% من الاشخاص البادي بيلدرز معروفين بالعالم عندهم مشاكل، يا اما تمزق بالعضلات بالرقبه او بالظهر او بالصدر، او بيكون عندهم ديسك وفوقه بتلاقوا احجامهم كثير ضخمه وبيطلعوا بيشاركوا البطولات. فهيدي مانها مشكله بالنسبه لنا. هيدي حجه احيانا. بالضبط، بكون حدا بده يهرب من الرياضه، خصوصا مثلا اذا سافر على بلد ثاني بصير بده ياكل الاكل اكثر ويخربط بالاكل مثلا، يعني هيدي امثله عم نعطيها لاشخاص معينه. ايه يعني. مستقصد انت حدا؟ بالضبط. هلا على الكاميرا بعد بنحكي. اوكي، هلا الحركة الثانية أو الثالثة كنا نحسبها لعضلة اسمها ترابيزس، هي عضلة بالظهر في شيء كثير أساسي هلا بنحكي عنها. هي مجرد ما أنا إيدي هيك بدي أطلع فيهم بهذا الشكل وعم بنزل، وين اللي عم صيبه؟ عم صيب العضلة اللي هون يلي هي كثير الأشخاص بصير عندهم وجع برقبة، لأنه هي فعليا بتكون العضلة ضعيفة. فأنا بهذا الشكل مجرد ما أنا حامل هذا الشيء وعم بطلع عم بنزل فيها بهذا الشكل الجالس، انا عم صيبها، مع العلم انه 2 كيلو بياثروا. اوكي، الحركه الرابعه اللي حاعملها وهي كمان كثير منيحه، ويفضل يكون الوزن نص كيلو كيلو، اذا قل كمان مش غلط، لانه هي فعلا فيها ضغط معين. مثل ما انا هون ايدي بدي اطلع فيها بهذا الشكل وبدي انزل، فيني اعملها وحده وفيني ارجع اطلع فيها عن الجنب اكثر، وفيني ارجع اخذها على سواد جسمي، وفيني ارجع اخذها لورا. فبهذا الشكل انا عم صيب كل عضلات جسمي بشكل منتظم، وما بيكون في عندي مشاكل لبعدين. هلا اخر حركه كنا عم نحكي عنها عن الترابيزس، وكثير الاشخاص اللي بينصابوا فيها انتم، لانه كثير الوقت بكونوا قاعدين الرقبه مرخيه، او اذا اشخاص عم يطلعوا طلوع، او اذا اشخاص عم يطلعوا كثير نزول وظهرهم بيكون بهذا الشكل، بينصابوا بهذا الشيء. فببساطه هي الحركه لازم دائما يعملوها هيدي اذا مش عم بيخبصوا بالاكل اكيد. هلا امين مش هون رابع سوري، فلازم يضل في حدا مش معي ضروري. اوكي، الاوزان عن جنابي، بدي اطلع بس بكتافي وبدي انزل لفرج البروفيل تبعولك، فعم يكون ايدي من هون مثل ما شايفين الظهر جلسته لورا عم بطلع وبنزل بدون ما اعمل ضغط. وفي الغلط اللي عم بيصير انه بنشوف اشخاص بعضهم فايتين جديد على النادي، بنسمع صريخ نحن بعد شوي شو عم بيصير، تلاقيهم حاملين اوزان هن فعليا بحياتهم مش شايفينا ومش حاملينا، وهون ببلش المشاكل، بصير بيقول لي عندي ديسك برقبتي، في عندي وجع، ما قادر احكي. يعني يجب التدرج بحمل الاوزان، يعني اكيد ليس حملها بطريقه فجائيه وبوزن عالي. اكيد، ولا اقدر احمل انا وزن عالي فعليا بده يكون في عندي جسم قوي وظهر قوي ورقبه قويه، وهذا الشيء ما بيصير هيك منه لحاله، بده يصير عبر الاكل الصحي، مش انه انا اروح على الكربوهيدرات كثير، لا بدي يكون منظم اكلي بطريقه معينه، وبرجع بقول 70% من الجسم
هو الأكل، بترجع عنا التمرين والنوم أكيد. فمشان هيك هول الحركات الأساسية اللي عنا إياهن اليوم، وإن شاء الله يكون اللي عم بيتابعونا يعملوهم بطريقة. الأوجاع العضلية مع بداية ممارسة التمارين الرياضية قديه بتضل تقريبا؟ أوكي، هيدا هي جينات بتصير هون. هيدي جينات، يعني أنا مثلا صار لي 16 سنة بتمرن، بعدني لهلا اذا بتمرن بعضل، او بالاغلب اذا بنغير الحركات حتى لنفس العضله، بس عم غير طريقه الحركه كيف عم تكون بدي اعضل فيها. فهذا شيء جينات صار اكثر. نعم. المدرب الرياضي يوسف قريب اوغلو، بدي اشكرك كثير. شكرا لك. شكرا لك يوسف. مشاهدينا، وهبه مدينه المستقبل التي تنوي تويوتا انشائها جميلة جدا ومبهرة، يعني لا ينفك اليابانيون عن ابهارنا بكل ما هو جديد. نتابع هذا الفيديو لأنا العربي. We have decided to build a prototype town of the future. We thought, why not build a real city and have real people live in and safety test all kind of technology. يعني التكنولوجيا تغزو حياتنا بشدة، ويبدو أنها ستغزو أكثر ربما. كل ما نقول أنه بعد في أكثر من هيك، لا، بيكون في أكثر، صح؟ يعني صحيح، وحتى أنه الآلات أصبحت موجودة بكل شيء، حتى بالمدن التي تنوي تويوتا وغيرها أنه يبنوها، ولكن دائما الرجوع إلى الإنسان، الطبيعة، هو شيء مهم جدا. صحيح، لهيك نضلنا ناس يعني، وبعتقد ما بيتناقضوا مع بعض. يعني هو المفروض الإنسان دائما يكون في الوسط. مشاهدينا، مع أنه قرحة المعدة تصيب الكبار عموما، إلا أنه الأطفال قد يكونوا عرضة أيضا لهذه الحالة المرضية المزعجة لهم والمقلقة للأهل، فكيف يتم تشخيص وعلاج القرحة الهضمية لدى الأطفال؟ الجواب من عمان مع دكتور محمد رشيد، الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. صباح النور دكتور. صباح النور. يعني بداية خبرني، ما هي العوامل التي قد تسبب القرحة لدى الأطفال، وهل الالتهابات في المعدة أبرز أسباب القرحة؟ أكيد، شكرا لك. طبعا القرحة بالأطفال بيعتمد على عمر الطفل، ولكن معظم الأحيان بكون نتيجتها الأدوية اللي بخدوها، خصوصا أدوية مسكنة الألم، يعني مثل الفولترين والبروفين. بتعرف الأولاد الصغار دائما بصير عندهم حرارة والتهابات، فالأهل دائما بحبوا عشان يخفضوا الحرارة يعطوا أدوية الالتهابات. هاي من أكثر الأسباب اللي بنشوفها عند الأطفال اللي بتسبب القرحة، اللي هي أدوية اللي مخفضة للالتهابات، وهاي بتسبب القرحة. هلا في أسباب تانية عند الأطفال، اللي هي الجرثومة الحلزونية اللي بنسمع فيها إحنا، هاي أقل نسبة حدوثها عند الأطفال، ولكن بصير عن طريق العدوى، وهاي ممكن تعمل قرحة البعدة أو الاثنى عشر. في أسباب بتكون كتير كتير قليلة أو نادرة، مثل زيادة بإفراز الهرمونات المعينة الموجودة في الجسم اللي ممكن تعمل قرحة الأطفال. طبعا التهاب المعدة هو مش تشخيص، يعني التهاب المعدة بيكون سببه أي شيء، يعني ممكن يكون له علاقة بالأدوية، ممكن له علاقة كمان مرة بالجرثومة الحلزونية، ممكن له علاقة بزيادة إفراز الحامض، ولكن ممكن الالتهابات هاي تتطور لتصير قرحة أو قرحة نازفة. نعم. فالدكتور كنت حابة أسألك عن العمر اللي قد يصاب الطفل فيه بالقرحة، وكيف بيتم التشخيص أيضا، لأنه طفل مرات ما بيقدر كتير يعبر.
100%. هلا القرحه ممكن يصيب اي عمر، من عمر الولاده لغايه ما الطفل يكبر ويصير بالغ، ولكن عاده اكثر شيء بنشوفهم بالاطفال اللي بروحوا على المدرسه بالعمر السبعه وثمان سنين ولفوق، خصوصا يبلشوا ياخذوا ادويه ومسكنات الم. هلا التشخيص بجوز بالاطفال برضه بيعتمد على العمر، يعني بجوز اذا كان البيبي او طفل صغير ما بقدر يعبر، ممكن يضل يعيط الام، بس تفحصيه بالبطن بصير عنده الام بالبطن بالفحص السريري، ولكن اذا الطفل بقدر يعبر عن حاله رح يحكي لك عندي الم. عاده بكون الالم موجود يا اما براس المعده او منطقه الاثنى عشر، ولكن في بعض الاحيان لا سمح الله اذا كانت القرحه متقدمه ممكن يصير في نزيف عندنا، يصير الام شديده في البطن. اذا هاي القرحه انفجرت او انخزقت بالعربي ممكن يصير التهاب شديد في البطن ويحتاج الطفل دخول مستشفى. طبعا التشخيص عاده اهم شيء بالسيره المرضيه، بنسال وبنفحص المريض وبنشوف انه في عنده الام في البطن او لا، نعمل فحص دم بنشوف هل في نزول في نسبة الهيموجلوبين أو خضاب الدم الموجودة أو حتى في البراز، في دم بالبراز ولا لا. هلأ أيام زمان كنا نعمل صور ملونة والباريوم، هلأ في عنا التنظير، التنظير أحسن طريقة لتشخيص قرحة المعدة. نعم دكتور، هل الشخص اللي بيصاب بقرحة المعدة لازم دائما يكون عنده إجراء احتياطي إن كانت من ناحية أكله أو نظام حياته ربما أنه ترجع له هاي القرحة؟ عادة لا، يعني احنا بنحكي انه اهم شيء بس تاخذ مسكنات الم، تاخذها على معده مليانه وتاخذ معاها دواء يحمي لك المعده، يعني بدك تاخذ مسكن الم ما في مشكله بس خده على معده مليانه، اذا كان في عندنا جرثومه حلزونيه واكتشفناها او بالفحص لازم نعالجها بالمضاد الحيوي ونتاكد انها راحت يا اما عن طريق الفحص البراز او فحص النفس. الاكل المعين ما بسبب، يعني الناس بيجي بيحكي لك انا والله باكل سبايسيز، باكل بهارات، شطه، بتعمل لي قرحه، على الاغلب لا، هي راح تضايق له معدته ولكن هي ليست مسبب في القرحه، فانا بحكي للمريض كل اللي برايحك ابعد عن اللي بضايقك. اها، يعني هو المفروض انه يكون عارف على جسمه اكثر ويكون بيعرف اذا هو هذا النوع من الطعام ربما قد يسبب له الاوجاع في معدته او لا، صحيح؟ بالضبط، ولكن لا يسبب القرحة، يعني إنه المريض بيجي بيحكي لي والله أنا أكلت شطة أو سبايسي وصارت عندي قرحة، الحكي هذا مش صحيح، ولكن في أكل راح يضايق شخص، راح يضايق شخص ثاني أو مش راح يضايق شخص ثاني، فالمريض أكثر واحد بيعرف شو اللي بضايقه وشو اللي ما بضايقه بالنسبة للأكل. طيب إذا بدنا نعرف عن الطرق اللي ممكن فيها إنه نقي أطفالنا من القرحة قبل ما تصير. طبعا 100%، اهم شيء اذا كان عند الطفل الام في البطن، مشاكل في البطن، لازم يراجع دكتور الاطفال او دكتور الجهاز الهضمي والباطني، قد نحتاج ان نعمل فحوصات دم او فحص الجرثومه الحلزونيه ونعالجها، لانه اذا تعالجت الجرثومه الحلزونيه اولها ممكن ما تؤدي الى القرحه. بس نعطي أدوية للطفل خصوصا مسكنات الألم، برجع بكرر ضروري تكون بإرشاد الطبيب أو المركز الصحي، زائد أنه نعطيها على معدة مليانة، زائد أنه نعطي دواء لحماية المعدة. طبعا إذا كان في عندنا نزيف لا سمح الله، إذا كان في عندنا آلام متكررة في البطن لازم نراجع دكتور الجهاز الهضمي، قد يحتاج الطفل لعملية تنظير علوية عشان نتأكد أنه ما في قرحة أو بداية قرحة. نعم، طب دكتور العلاجات المتوفرة لهذه الحالة المرضية، خبرني شو هي العلاجات وهل ربما يعني نذهب إلى عملية جراحية مع الأطفال؟ تمام، هلا العلاجات المتوفره حسب السبب، يعني اذا كان في مسكن الم الواحد يوقف مسكن الالم ويعطي ادويه بتضبط الحموضه، في ادويه بتضبط الحموضه بشكل كثير فعال، وهي الادويه بس اخترعوها او نزلت على السوق من شيء 20 30 سنه، نسبه حدوث العمليات الجراحيه لاصلاح القرحه تقريبا نزلت لل 1% او اقل، يعني ايام زمان اي شخص كان يجي بقرحه نازفه، الام شديده، كان يحتاج عمليه جراحيه، هلا مع وجود الادويه هاي تقريبا نزلت نسبه انه انت تحتاج عمليه جراحيه جدا جدا لاقل من 1%. نقطه، النقطه الثانيه انه احنا زي ما حكينا في جرثومه حلزونيه لازم نعالجها، هلا العلاج غير انه مثبطات الحموضه زائد علاج الجرثومه الحلزونيه بالتنظير، يعني بس اذا عملنا تنظير ولقينا قرحه نازفه مثلا بتنزف ممكن بسهوله نعالجها، يا اما نحقنها يا اما نحط بشبك عليها او نحرقها بالليزر، قليل كثير 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 لنحتاج نروح لعمليه جراحيه،
ايام زمان لو بتحكي مع اشخاص الكبار بالسن اللي كان عندهم قرحه بتفحصي من بطنه بتلاقي في سكار كبير، بحكي لك والله انا دخلت كان عندي قرحه وفتحوا لي بطني وصلحوا لي القرحه. هلا بطلنا نشوف، يعني بجوز اخر مره شفت مريض بحاجه لعمليه جراحيه لقرحته قبل 3-4 سنين. فقليل جدا، لانه بالتنظير بنقدر نعالج القرحه ونزيف القرحه وحتى امراض نسكر القرحه اذا كان فيها فتح. نعم. بسيط. نعم، شكرا لك دكتور محمد رشيد الاختصاصي في امراض الجهاز الهضمي والكبد، كنت معنا مباشره من عمان. أهلا. أهلا. الآن مشاهدينا إلى مطبخ صباح النور مع شيف فؤاد وأختصاصية التغذية نور قرع علي وراوية في ولا أشحى. صباح النور مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. مثل خبرتكم بداية الحلقة بدنا نعمل كيك بالبرتقال وكريمة الفراولة، حتحضر بطريقة جدا مبسطة. أنا رح أشتغل على طريقتي ونور رح تشتغل كمان على طريقتها. صباح النور نور. صباح الخير، كيف كل يوم؟ تمام. شو بدنا نبلش؟ أنا كتير مبسوطة اليوم بوصفتنا لأنه فيها كتير فيتامينات، فيها كتير معادن. أكيد حنبلش بالكيك الأساسية طبعا. شو عنا مكونات؟ خلينا نبلش. أول شيء أنا بدي أستعمل، بدي أحط السكر. شو رايك بهذا الوقت انت تشاركيني تورجيني شو حطيتي بدل السكر؟ فاذا نحن بدل السكر حنستعمل عنا العسل، بما انه حيعطينا طعمه الحلو وحيعطينا فيتامينات ومعادن اكثر. سو نحن ما بهمنا بس نكون عم ناخذ طعمه حلوه، وانما كمان نفوت فوائد اكثر. صحيح. مثل ما شايفين هلا نور عم تحط العسل، انا حطيت السكر الابيض، رح ضيف فوقهم البيض لحتى بلش ادمجهم مع بعضهم. طبعا هون بالوصفه خاصه لان انا بستعمل البيكنج باودر والبيكنج صودا، ماني كثير بحاجه لاستعمل المكنه الكهربائيه، اذا عملتهم على الايد كمان بكون قادر وبحصل على نتيجه مميزه. اذا كمان انا حطيت عند البيض، كمان حنخلطهم مع العسل لحتى نقدر نبلش بالكيك الاساسيه. شو حتحط معهم بعد؟ بتعرفي بس بتعرفي نور كنا عم نحكي قبل الحلقة، إذا بحال كنا عم نستعمل العسل والأينين عذبنا بالتدويب مع البيض، إنه بنقدر نحطهم شوي بالميكروويف نكسر الحرارة وبعدين نضيف عليهم البيض لحتى يصير أسرع، يصير يتجانس نوعا ما مع بعضهم. صحيح. والشيء الكتير مهم إنه ما راح يتذوب كليا العسل داخل البيض، راح يضلهم منفصلين عن بعضهم، وهذا شيء جدا طبيعي. حطت شوية فانيل أنا بس كرمال. صحيح، أنا كمان رح حط شوية فانيل. بالوصفة دائما بنقدر نحط الفانيل مع المواد الجافة، يعني مع الطحين مع البيكنج باودر، وممكن كمان ناخذهم مع البيض مثل ما شايفين. طبعا بهذه الطريقة إذا عم تلاحظوا مشاهدينا كيف عم تتحضر الوصفة بطريقتين، كل طريقة عم بتكون بالمواد اللي عم تستعمل فيها. هلا نبلش بالعصير؟ أنا قبل ما أضيف العصير بدي أضيف الزيت. أوكي. أنا رح أضيف المادة الزيوت لحتى تعطيني طراوة للكيك وتعطيني فوليوم بشكل أسرع. وممكن للأشخاص اللي حابين طعم تكون دسمة أكثر استبدال كمية الزيت بكمية من الزبدة. استعمل زيت اليوم. صح. عايق إلا هلا. رح ناخذ. فإذا حنزيد هلا من عند العصير. صحيح. الليمون، نحن استعملنا ليمونتين أخذنا منهم عصيرهم، وحنستعمل البرش شوي من البرش معهم. صحيح. عشان يعطونا طعمة الليمون داخل. صحيح. الكيك. وأنا رح آخذ الكوب من عصير البرتقال كمان اللي هو ما يوازي حبتين لحبتين ونص من البرتقال. ما كتير فينا نكون عم ندقق بكمية العصير، بتحمل بعد نكون عم نعطي بعد نص حبة من البرتقال كمان بتقطع الكيك، هيدا بيتحمل كمية سوائل عالية. صح. من بعد ما خلطنا مثل ما شايفين الزيت والبيض والسكر، صار عندي مزيج طري. أنا هون صار بدي وقت ضيف عليهم الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا. رح نضيفهم بهذا الشكل. إذا أنا حاستعمل بس بيكنج باودر، أكيد فينا نستعمل بيكنج صودا، ما عندي مشاكل معه. حنحطهم فوق بعض. حاخذ من عندك. يلا بلشنا نستعير. فإذا حنحط نحن طحين اللوز بدل طحين العادي، أكيد ما في عندنا مشاكل مع الطحين العادي، بس طحين اللوز كمان حيكون عم بيزيد لعنا أكثر معادن وفوائد. قلت لي تحت الهواء إنه الفريز والليمون طعمتهم طيبة مع بعض. صحيح. كنت بتعرف شيء إنه اثنيناتهم عندهم نفس الفيتامينات والمعادن، الفريز
والليمون بيناتهم، في عندنا بقلبهم فوليت اللي هو نوع من الفيتامين بي، في عندنا بقلبه فيتامين سي، وبالاضافه لانه بقلبه مانجانيز بالليمون، وفي عندنا شيء اسمه ثايامين موجود بالفريز. والفريز اللي كثير حلو فيه انه فيهم مرضى سكر انهم ياخذوه، لانه ما بتغري بيعمل لهم سبايك بالسكر. صحيح. ما بعلي لهم السكر بقلب الدم. صحيح. ولكن ما بنشجع انه ياخذوا كمان كميه كبيره. اكيد. ممكن ياخذوا حبتين لثلاث حبات بيكون هذا الشيء. هي الحصه تقريبا نص كوب، ما في مشكله. صحيح. صوب بيطلع لهم تقريبا سبع حبات اذا بدك. كثير منيح، كثير منيح. صباح النور. نور انت على شو بقولوا على عشره نور، صرت بتعرف بالكمية اللي صار بدل الزبدة. لا بتعرفي حتى غير انه قديه كثير عم بستفيد بقصص من نور بالحصص، عم نحكي خاصة بالسكر. انا لانه الوالد من الاشخاص اللي عنده سكري وكثير بتابع هذا الموضوع، ودائما بنكون عم ناخذ تفاصيل نصائح. صحيح. هلا عم ندمج الطحين، مثل ما شايفين انا حطيت الطحين الابيض، عم بخلطهم مع السوائل. بدي احصل على كيك طري، ما راح احصل على كيك سميك. هيدا المطلوب هون، انه انا بدي اخلي الكيك تكون طريه لحتى احصل عليها بشكل طري ومتماسك. مثل ما شايفين هلا هون في داعي انه الطحين يكون قبل حاطينه بالمنخل؟ هو دائما يفضل انه الطحين يكون منخول، انا عاده بكون منخل الطحين قبل بوقت. والمشاهدين صاروا معودين انه يكونوا منخلين هلا عم تشوفوا الوصفه عنا، عم تشوفوا الوصفه عنا على الهواء، ففيكم تستعملوا وصفتي انا لانه كثير طيبه وقليله بالسعرات الحراريه. شاطره نور بالتسويق. هلا انا بدي احكي وبقول لكم الوصفه تاعي تجربوها وتاخذوها ونصيحتنا، وطبعا مميزه ولذيذه. هلا خلينا نبلش بالشيء نحن كثير اليوم متخانقين عليه اللي هو الكريمه. صحيح. هلا من بعد ما خلصت الكيك انا بدي اسكبها بقالب خاص للفرن وندخلها على الفرن على حراره 175 حوالي 35 ل 40 دقيقه. ممكن تاخذ معكم لحدود ال 50 دقيقه، هذا الشيء جدا طبيعي لانه بالبيت عم تكونوا عم تشتغلوا بفرن مختلف شوي عن الافران اللي احنا عم نشتغل فيها فرن غاز. بهذا الوقت انا بس 20 دقيقه على فكره يا جماعه، يعني انا وصفتي اسرع. ها غلط بس وصفتي اطيب. طيب بهذا الوقت بدي احضر الكريمه اللي هي اليوم شوي المشكله اللي عندنا اياها نحن ونور. كثير مشكلة، كمية بسيطة كثير كبيرة. كمية كثير بسيطة. كثير بسيطة كثير بسيطة. بس لنجي للفعل عن جد، صح انا مستعمل تقريبا 400 جرام من الزبدة، ولكن هيدي الكريمه بتعطيني لقلبان من الكيك. انا اضطريت اعمل هذه الكميه لحتى بالفعل المكنه تقدر تاخذ كميه السكر والزبده اللي عندك. بدي اقول لك نور ايضا، يعني كل الاشخاص اللي بيحضروا الحلويات بيركزوا على انه كميه الزبده مهمه جدا لحتى تطلع الطعم لذيذه. صح صح، لانه عاده غير ما نحن في عندنا شيء اسمه تيست ريسبتورز او طريقه التذوق، نتذوق من اللسان. الدهون عاده بتعطينا هيدا الطعم، بس نحن فينا نستعمل دهون مش زبده، فينا نستعمل مثلا الافوكا. اليوم جبت لكم دهون مفيدة، فهيدا حتعطينا التكستشر او الشكل تعول الزبدة، حتعطينا طعم الدهون. بال100 جرام عندك شفت 80 جرام، بال100 جرام من الزبدة عندنا 80 جرام من الدهون يلي هي مشبعة ساتشوريتد، بينما هون بال100 جرام عندنا بس 30 جرام من الدهون غير مشبعة مونو ان ساتشوريتد. وهيدا الفرق بالسعرات الحرارية عند الشيف قد ايه؟ نفس الشيء السعرات الحرارية، انه اثنيناتهم دهون. بس ما هي الفكرة انه نحن هون فينا نستعمل شيء نفس السعرات الحرارية مفيد كثير اكثر. هون عم نحمي القلب، هونيك عم نضر القلب شيف. سوري. طبعا هلا هون مثل ما شايفين انا صارت الزبده عندي بالمكنه بدي طريها، رح ضيف عليها كميه السكر البودره كلها تدريجيا. وقت بضيف نص كميه السكر البودره رح اخذ الجبنه القابله للدهن واضيفها عليها وادمجهم مع بعضهم. من بعد ما احط الجبنه القابله للدهن بضيف بقيه كميه السكر وتقريبا 3 ل 4 معالق من مربى الفراوله بضيفهم لقلبها وبضربهم مع بعضهم بالمكنه، على شرط بستعمل الكاف وبتصير عندي الكريمه جاهزه للكيك. طبعا من بعد ما يطلع الكيك من الفرن ويبرد رح نضيف عليه الكريمه ويتزين ونشوف طريقه التقديم. اكيد استعملتوا اثنيناتكم السودا اليوم بالكيك، استعملت نوع البيكنج باودر، هي كمان قريبه اذا بدك هي نفس النتيجه، ولكن انا استعملت الاثنين. وبالنسبه للكريمه عندي نحن حنحط سكر صناعي، حنحط 4 معالق فقط، وحنحط معهم زيت جوز الهند لحتى يمسكوا مع بعض، بس نحطهم على الاخر، واكيد شويه مربى
من الفرز أو الفراولة. إذن بانتظار النتيجة النهائية. مشاهدينا نصيحة شاف اليوم هي عن خبز أو صودة الخبز وكيف أنه لها علاقة أيضا باللحم وأيضا بالدجاج. سنتابع النصيحة ثم سنذهب إلى فاصل نتابع بعده الفقرة السياسية فتابعونا. صباح النور مرة أخرى مشاهدينا إلى وقفتنا الإخبارية الثانية وضيف مع الخبر مع الزميلة وعد هاشم. إليك يا وعد. شكرا هبة، أهلا بكم من جديد وهذا موجز لأهم الأنباء. الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن القوات الأمريكية ليست بأمان في المنطقة ومن الممكن أن تكون القوات الأوروبية في خطر مستقبلا. من جهة أخرى رفض روحاني فكرة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستبدال الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى بآخر تدعمه الولايات المتحدة. وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أجرى في بغداد مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وسبل الاستقرار وتهدئة المنطقة. مقتل 18 مدنيا سوريا جراء غارات شنتها قوات النظام على مدينة إدلب في شمال غرب البلاد وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان رغم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو الخميس بموجب اتفاق مع أنقرة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان يعلن أن أبو بكر مصطفى مدير المخابرات العامة تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لإعادة الهيكلة. بهدنة هشة وخرق لوقف إطلاق النار المتفق عليه الأحد الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر على أساس مبادرة تركية روسية رفض حفتر التوقيع عليها يعود طرفان المتصارعان في ليبيا إلى طاولة المفاوضات هذه المرة بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وذلك في برلين الأحد المقبل مع تشديد ألمانيا على ضرورة أن يكون الحل سياسيا لا عسكريا. وهنا يبرز السؤال عن موقف تركيا لا سيما أن الرئيس رجب طيب أردوغان قال أن لا جدوى لعقد مؤتمر برلين طالما أن خليفة حفتر هرب من الحل في موسكو. أبرز العقبات أمام الحل السياسي في ليبيا نناقشها مع ضيفنا الكاتب الصحفي الليبي عبد السلام الراجحي الذي ينضم إلينا مباشرة من اسطنبول. صباح النور وأهلا وسهلا بك. صباح الخير، نهاركم سعيد إن شاء الله. نهارك سعيد. يعني التحركات السياسية التي تسبق المؤتمر تجري على وقع خرق لاتفاق الهدنة من قبل حفتر الذي لم يوقع على الاتفاق، ويعني السؤال هل هذا يضع نجاح أو فرص نجاح المؤتمر على المحك؟ المسؤولين على خرق الهدنة من قبل ميليشيات حفتر هو شريك شركائهم من بقايا كتائب القذافي، فهم يرفضون الهدنة وغضبون من خليفة حفتر لأنه مستأثر بوقف الهدنة دون بوقف إطلاق النار دون الرجوع إليهم. هؤلاء ينتمون مشروعهم يختلف على مشروع خليفة حفتر فيما يخص السلطة. هم صحيح يحاربون معه الآن للاستحواذ على العاصمة، لكن هدفهم ليس تمكين حفتر بل تمكين نجل القذافي سيف الإسلام القذافي، وهو ما أشار إليه تقارير النائب العام عندما استطاعوا القبض على مجموعة من المرتزقة وشركة الفاغنر الروسية الذين كانوا يخططون في أبريل الماضي لتمكين سيف القذافي عندما كان من المتوقع أن يقتحم حفتر العاصمة ويسيطر عليها. نعم. هذا بالنسبة لما يحدث الآن، لأن حفتر هو الآن مجموعات المسلحة التي يقودها حفتر هي متنوعة المشارب السياسية، ليست هدفها فقط تمكين حفتر، فهم متحالفين صحيح لكن هدفهم السياسي بعد الوصول لا قدر الله إلى العاصمة والسيطرة عليها سيختلفون، فهذه أحد الإشكاليات
التي الآن يواجهها خليفة حفتر مع شركائه في العدوان العاصمة طرابلس. برأيك أما فيما يخص الحوار، هل خرق الهدنة اللواء المتقاعد خليفة حفتر؟ هل لأنه شعر أن حكومة الوفاق تنتصر سياسيا فسعى إلى تحقيق مكسب عسكري ميداني يشكل ورقة له على طاولة التفاوض في برلين؟ وأيضا حكي يعني عن كلمة سر أمريكية وراء رفض التوقيع على الهدنة. الذي سبب في رفضه للتوقيع في موسكو ليس الأمريكان، هو الإماراتيين المصريين. نعم، الإماراتيين المصريين عرفوا جيدا لو أن وقع حفتر في موسكو على وقف إطلاق النار وأصبح الملف يدار من قبل أنقرة وموسكو، ستخرج بالكامل أبو ظبي والإمارات والسعودية بالكامل من المشهد الليبي ويصبحوا أدوار ثانوية لا قيمة لهم في 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 فيما يخص الأزمة الليبية وإدارتها دوليا. فهذه يعني هذا السبب وراء وقف رفض حفتر ووقف إطلاق النار أو التوقيع على مذكرة وقف إطلاق النار في موسكو. أما ما يخص حفتر، لا يريد ولا يجيد ولا يستطيع إدارة أي حوار سياسي. الرجل لا يعرف لغة السياسة ولا لغة الحوار. فعندما يتم إلزامه، إن نجح مؤتمر برلين إلزامه في الانخراط في العملية السياسية، سيكون طرف مع عدة أطراف ليبية، لن يكون لوحده، حتى أنه لن يكون هناك طرفان فقط. موسكو ستسعى لإدراج أو إشراك أنصار النظام القذافي بقيادة سيف القذافي، لأنها ترى في مشروعها في ليبيا ليس حفتر بل مشروعها هو سيف القذافي. أيضا الأتراك سيدرجون جماعات سياسية أخرى ومصر كذلك، وسيكون حفتر رقما من عدة أرقام، يعني ممكن طاولة الحوار تصل إلى 6-7 أطراف سياسية ليبية حفتر طرف فيها. فهو يرفض أن يكون جزء من عملية سياسية. الرجل يريد الهيمنة فقط على السلطة بالكامل لوحده دون بقوة السلاح، واعتقد أنه لا يستطيع ممارسة العملية السياسية. وإن نجح مؤتمر برلين في هذا الأمر أكبر الخاسرين حفتر. تتحدث عن 6 أو 7 جهات ليبية إضافة إلى الجهات يعني الإقليمية والدولية، مع تشابك كل هذه الجهات والمصالح في ليبيا، برأيك ما هي اليوم أبرز العقبات أمام التوصل إلى أي حل سياسي؟ هو أكبر عائق أعتقد هو أن حفتر أصبح مرتهن بالكامل للرؤية الإماراتية. نعم. الرؤية الإماراتية في ليبيا الحقيقة لا ترى حل لليبيا، تريد استمرار الأزمة والصراع في ليبيا حتى عدة سنوات. الإماراتيين ليسوا ليس هدفهم فقط تمكين حفتر، حتى استمرار العنف والحرب الأهلية الليبية هي تعتبر حققت إنجازا، لأنها هي تريد نشر الفوضى. ورأيناها ماذا فعلت في اليمن، ماذا فعلت في سوريا، ماذا فعلت في السودان اليومين الماضيين، ماذا تسعى لإدارة الأزمة في تونس. فأبو ظبي هي هدفها الأساسي هو نشر الفوضى في المنطقة. طيب. وأعتقد أن حتى السلطة والحكومة في الجزائر ترى هذا الشيء أمامها يعني، وتتخوف مما تقوم به أبو ظبي على حدودها الغربية خصوصا مع النفوذ المصري. ولأول مرة منذ العدوان العاصمة طرابلس تحدثت الرئاسة الجزائرية بأن ما يقوم به حفتر العدوان، وأن طرابلس الغرب خط أحمر. فأعتقد أن في هناك إشكال كبير، والعقبة الكبرى هي الرؤية الإماراتية. نعم. للأزمة الليبية، وللأسف انساقت معها مصر وهي يعني أكبر الخاسرين في هذا الأمر. مسودة البنود، بنود مؤتمر برلين التي سربت إلى الإعلام ووصفت بأنها مسودة فضفاضة، فيها بنود عدة قد تشكل يعني عقبة أو تساؤل، يعني تساؤلات حول أمور أساسية. يعني عندما نقول حث الجهات الدولية على الالتزام بالامتناع عن التدخل الخارجي في ليبيا وحظر على توليد الأسلحة إلى ليبيا على المشاركين في المؤتمر، هل في ذلك محاولة الالتفاف على اتفاقية التعاون الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق؟ لا لا لا، لا تستطيع حتى لو كان يعني إذا كان لم يضع آلية دولية لمراقبة المنافذ البحرية والجوية والبرية بحيث أن يكون هناك مراقبين دوليين، أعتقد لن ينجح هذا الأمر، لأن حفتر لن يتوقف ودعمي. هناك قرارات مجلس الأمن
1973 1970 22 59 اكثر من 14 قرار مجلس الامن خاص بليبيا يتحدث على منع توريد الاسلحه والمعدات العسكريه. تقارير لجنه خبراء مجلس الامن منذ 2013 تتحدث ان الامارات لم تتوقف على دعم ميليشيات خليفه حفتر بالمعدات والاسلحه، بل انها تطور. ويعني هذا العام او 2019 عندما صدر التقرير كانت هناك ملاحظه ملفته ان ارتأت لجنه الخبراء ان الامارات ومصر لا تهتم باخفاء توريدها للاسلحه، بل بالعكس تتفاخر بتوريدها الأسلحة والمعدات لخليفة حفتر. سؤال اللي حول يعني ميليشيا خليفة حفتر، تتحدث المسودة عن نزع سلاح المجموعات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة، هل تعتبر قوات حفتر وهي تحظى بدعم دولي يعني وليست موالية للحكومة المعترف بها دوليا من ضمن هذه المجموعات التي يجب نزع سلاحها؟ هي كيف يتم التعامل معها يعني إذا هذا البند؟ مثلها مثل أي جماعة مسلحة أخرى ليبية. نعم. لأنها يعني حتى لجنة خبراء مجلس الأمن أوسط وأصدرت تقرير فيما يخص تركيبة ميليشيات خليفة حفتر. أكثر من 60% من ميليشيات خليفة حفتر الليبية طبعاً، لأن أصبحت الآن متعددة الجنسيات. الليبية تحتوي على 60% من المقاتلين يرجعون إلى الجماعات السلفية الجهادية. جيد؟ وهؤلاء لا. عبارة عن عصابات دينية مسلحة. أيضا جزء كبير من قوات حفتر الآن التي تحارب جنوب العاصمة تتكون من 3 جنسيات أساسية أو 4 جنسيات حتى نكون دقيقين، هم الفاغنر الروس وبعض الدول الاتحاد السوفيتي السابقة، أيضا الجنجويد السودانيين، أيضا حركة العدالة والمساواة السودانية، أيضا حركة تحرير تشاد. والآن التقارير تتحدث على أن وهناك خط جوي يربط بين دمشق ومطار بنغازي يتم جلب مقاتلين سوريين يعني موالين لنظام بشار الأسد للقتال في جنوب العاصمة طرابلس. فحفتر جل قوته ليست قوة ليبية، هي قوة أجنبية متعددة الجنسيات. فيما يخص الليبيين ينتمون إلى 3 أطراف كما قلت لك، الجنجوي السلفية الجهادية وشخص مجموعات تنتمي الى كتائب القذافي او نعم بقايا كتائب القذافي، والطرف الثالث هي ميليشيات قبليه. طيب سؤالي الاخير لو سمحت، الى اين يمكن ان يصل التصعيد في ليبيا في حال لم تتوصل يعني لم يتوصل المؤتمر الاحد الى حد ادنى من الاتفاق، خاصه وانه رئيس برلمان تبرك عقيله صالح قد صرح بالامس انه يعني في حال استمرار تركيا بالتدخل عسكريا في ليبيا قد يطلب من مصر التدخل عسكريا، الى جانب طبعا التدخل او الوجود المشاركه الاماراتيه الواضحه. طلب عقيلة صالح ليس دستوريا محليا، يخالف القانون الليبي أولا لأنه يمتلك القرار بنفسه، المجلس النواب كله يمتلك هذا القرار. ثانيا لا يحق لمجلس النواب استدعاء أي قوة، هذه وظيفة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. أيضا الشرعية الدولية فيما يخص قرارات مجلس الأمن فقط تعطي هذا الحق لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز سراج كما حتى مع الحكومة التركية. الأمر الآخر، إذا كان هناك تصعيد عسكري من قبل خليفة حفتر فقوات حكومة الوفاق الوطني مع الدعم التركي مستعدة لهذا الأمر، هناك استعدادات كاملة، هناك يعني عمل خطة محكمة، هناك تنسيق كامل عسكري مع الأشقاء في تركيا مع حكومة الوفاق الوطني فيما يخص أي تهور لخليفة حفتر لخرق الهدنة أو الاستمرار في العدوان على العاصمة طرابلس. الموضوع تغير بعد مذكرة التفاهم التركية الليبية فيما يخص التعاون العسكري. أيضا الضامن الروسي الآن أعتقد في موقف محرج، كان أحد أسباب تأخر التدخل التركي أو الدعم التركي الخشن المباشر هو التفاوض مع الروس لإيصال لرؤية معينة. فالآن الروس يروا أن حفتر ليس مشروعهم، هو مشروع إماراتي مصري، فأعتقد الروس لن يتورطوا في الدفاع عن شخص أو مشروع ليس لهم، بل أعتقد الآن يسعون للعملية السياسية لإدراج طرف سياسي موالي لهم متمثل في أنصار النظام السابق أو بقيادة أو بزعامة سيف القذافي نجل القذافي. واضح، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الليبي عبد السلام الراجحي، حدثنا مباشرة من اسطنبول.
ننتقل الآن إلى فقرة السوشيال ميديا. بداية تريندينج من سلطنة عمان، حيث انتشر هاشتاغ قابوس في ذمة الله بعد وفاة السلطان عمان قابوس، وتداول المغردون صور الراحل وبعضا من أقواله، كما استذكروا عهده، خصوصا أن السلطنة شهدت نهوضا ملحوظا خلاله. وفي هذا السياق نشر القاسم بوسعيدي صورة من تشييع الراحل وكتب: الأوفياء أناس ثابتون على مبدأ الحق، هم كالجبال لا يتغيرون مهما طال بهم الزمن. ومن عمان ننتقل إلى ليبيا، حيث استحوذت الأحداث السياسية خصوصا المحادثات في موسكو ومغادرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على اهتمام المغردين، إذ عبر مؤيدو حفتر عن تأييدهم له فيما انتشر في المقابل وسم لن تدخلوها، في إشارة إلى العاصمة طرابلس التي تحاول قوات حفتر دخولها منذ أشهر. وعبر المغردون عن سخطهم من حفتر، إضافة إلى من يدعمه إقليميا وتحديدا مصر والإمارات. وفي هذا السياق غرد وليد أرتيما قائلا: طرابلس لا فرق عندها إن جئتها زائرا أو ساكنا، فحضورها في نفسك جذاب وسحرها مضمون التأثير، فبمجرد دخولك إليها تهادينك ببحرها الأزرق وهواها وهواها وابتسامتها، ولكن إن جئتها غازيا أذاقتك مرارة الموت مرات ولن تدخلها. وفي سياق متصل، تداول المغردون أيضا وسم قطع العلاقة مع الإمارات العربية بسبب دعمها لقوة حفتر، وغرد في هذا السياق وليد الشومي قائلا: قطع العلاقات مع الإمارات مطلب من فترة طويلة ولم تستجب حكومتنا. ننتقل إلى السودان، حيث تابع ناشطون موضوع تمرد بعض أعضاء هيئة المخابرات عبر وسم دعا إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية. وفي هذا السياق غرد معاد بالقول: يجب إعادة النظر في التعيينات التي تمت في فترة النظام البائد. وإلى لبنان، وعودة الزخم إلى حركة الشارع بعد نحو 3 أشهر من التحركات والتظاهرات وعدم تجاوب السلطة مع مطالب المحتجين. تداول المغردون في لبنان وسم أسبوع الغضب، ومنهم مريم سيف التي قالت: 90 يوما لم يسجن فاسد واحد ولم يكشف أي ملف فساد، على الرغم من أن القضاء استمر بعمله وكذلك مؤسسات التفتيش والرقابة. ليس في الأمر مفاجأة لنا، لكنه تذكير لمن قال لنا وسيقول لنا كلما طلبناهم بالرحيل: عطوهن فرصة. أما عبد السلام خلف فقد استخدم الهاشتاغ ذاته وقال: ها قد بدأ أسبوع الغضب، هنا في لبنان استنسخ الفاسدون لصوص الهيكل وتفوقوا على حرامية علي بابا وأبي لهب. كثيرا من الغضب أيها اللبنانيون كي يبقى لنا وطن وكي يسقط الفاسد ونسترد ما نهب. ختام ترندنج، ومع ختام ترندنج نصل إلى ختام الفقرات السياسية لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. إذن شكرا لك وعد. سنتحول الآن إلى الفقرة التي معنا الآن وضيفنا. طبعا هبة، سنتحدث الآن عن الطائرات الكلاسيكية. صحيح. اللي ضيفنا هو رائد فيها. أهلا بك الكابتن والمغامر طارق سعدة، يعني أهلا بك في لبنان بالبداية وببرنامج صباح النور. أنت بدأت هذا الموضوع وهذه الهواية بأول زيارة لك إلى وادي رام بالأردن بال2005، وعندها حب الطيران تحول إلى مهنة ولم تكن لتتخيل ذلك. أخبرنا عن البدايات لو سمحت. صباح الخير. رجعتنا 2005. 2005 كنا نطير هوت إير بالون في وادي رام، كانت أيام رائعة جدا. بدأنا بمهرجان كتير صغير ومتواضع في وادي رام، حوالي 15 أو 20 هوت إير بالون، وبعدين درجنا من هوت إير بالون لدلتا لباراموتورز باراجلايدر، وآخر شيء مثل ما عم تحكي هلأ انتقلنا للطيارات الكلاسيكية واللي هي بدايات تصنيع الطيران، خلينا نسمي بداية التصنيع الحربي للطيران، مثل
البوينغ مثل التايرون مثل ستيرزينغ. طائرات الكلاسيكية في لها محبين كتير مثل محبين السيارات الكلاسيكية كمان. Exactly. صحيح؟ صحيح. ولكن خبرني شو اللي بيميزها عن غيرها؟ ومثل ما كنت عم تحكي انه اسست لصناعة طائرات حديثة هلا عم بنشاهدها ومنعيشها، كيف؟ هاي الطيارة مثلا اللي هلا طالعة بالصورة هي بوينغ ستارمان، اتصنعت 1930 وتحطت بالخدمة عام 1934. نعم. هاي أول طيارة إنتاج شركة بوينغ، وهي كانت طائرة عسكرية انحطت بخدمة القوات الأمريكية. والغريب بالموضوع أنه أول مرة بجربها اكتشفت أنه هي طيارة بتطير بسرعة 250 كيلومتر بالساعة، عندها مانوفرينج كتير عالي. يعني أنا اليوم بطير مثلا بسيسنا 172 اللي هي إنتاج 2020 خلينا نقول، ما بقدر أقلب فيها أو أعمل مانوفرينج أو بس لما طرنا أول مرة بالستارمان 1930 اكتشفنا أنه هي طيارة رائعة جدا. المصممين تبع البوينغ ستارمان صمموها بطريقة قوية جدا. اللي بيطير طيارات كلاسيكية بعد فترة بصير صعب أنه يطير بطيارة عادية. يعني exactly خلينا نقول مثل ادمان السيارات الكلاسيكيه القديمه. نعم. اللي سايق جاكوار 1935 او 40 ما بيعجبه اي شيء ثاني، ما راح يقدر يسوق بسياره موديل 2020 مثلا، حتى لو من نفس السيري. نعم. تماما. طب كابتن، كان لك العديد من المشاركات العالميه، منها مهرجان سانت هيلاري اللي كنت اللي هو بجبال الألب اللي كنت انت عضو فيه، وايضا مهرجان انتروس للطيران، طيران المناطيد، والكثير من المناسبات والمهرجانات العالميه. الى اي مدى وظفت هذه الخبرات العالميه على الارض بربما افاده الاخر؟ يعني هذه الرياضه ليست منتشره بقوه بالعالم العربي، صحيح؟ مع الاسف جدا كمان. الوطن العربي اجمالا من اول البلدان بالعالم اللي اسست انديه الطيران. تخيلي، مع انه نحن كنا روادا فيها. Exactly. يعني في سوريا مثلا كان مؤسس نادي الطيران السوري عام 1952. اليوم اندثر نادي الطيران السوري، اليوم عدد الطيارين الشرعيين بسوريا ما بيتجاوز 4 أو 5 طيارين. بتروحي باتجاه الاردن نفس الشيء، روحي باتجاه السعوديه، اليوم السعوديه هي سباقه بموضوع الطيران الشراعي، على الامارات نفس الشيء. بس بضل بالوطن العربي الموضوع خجول جدا، وذلك بسبب الانظمه والقوانين القاسيه جدا في موضوع الطيران، والمخاوف الامنيه اللي ما في لها داعي. يعني هي مجرد انه لا ولا ولا، لانه نحن بنحب كلمه لا كثير. يعني عرفتي كيف؟ اليوم في عدد طيارين كثير عرب موجودين بالعالم بالخارج واقوياء جدا. نعم. جدا، يعني على مستوى عندنا طيارين عراقيين ظهروا بعد الحرب بالعراق وموجودين بالمانيا، عرفتي كيف؟ مشاركين كانوا معنا بسانت هيلاري، كانوا مبدعين جدا جدا ببطوله المجسمات. كان نعم. في طيارين من الجزائر رائعين جدا بمهرجان سانت هيلاري. سانت هيلاري ولو شرحت لك عن سانت هيلاري شوي، سانت هيلاري من اعظم واضخم مهرجانات الطيران الشرعي في العالم. كل سنه بيزيد العدد، السنه الماضيه كنا 4500 طيار، السنه كنا 2019 4652 طيار. بتنظيم من 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 مجموعه كثير صغيره. بس انت تخيلتي عدد 4500 طيار او 4600 طيار موجودين بمكان واحد وفي ضيعه. هي سانت هيلاري عباره عن ضيعه كثير صغيره، خلينا نسميها مثل اي ضيعه هون بلبنان بالجبل موجوده. نعم. موجوده في جبال الألب، ومع هيك سانت هيلاري كل سنه بيزيد عدد الطيارين. جميل. وبيوصل لرقم يعني نحن متفاجئ. انا السنه الماضيه كنت في لجنه التنظيم بسانت هيلاري، كنا متفاجئين من عدد الحضور اللي تجاوز ال 250 الف متفرج. على مدرج طيران سانت هيلاري للطيران المجسمات. كابتن، هلا وانا عم بطلع على الفيديو اللي عم بيكون على الشاشه، كانه هيك الموضوع شوي مخيف بتحسه، يعني ما بتحس حالك هيدا الاطمئنان تبع الطائره العاديه. خبرني، لاي درجه امنه مثل هذه الطائرات من ناحيه الصناعه، من ناحيه المحرك تبعها؟
يعني موضوع شوي مخيف للي بيشوفه من بعيد. بصراحة لما زرنا مطار سيرني، هذا الفيديو مصور بمطار سيرني جنوب العاصمة باريس، بأكاديمية إنفا أسرونج أكاديمي، متخصصة الأيسترونج بالطائرات الكلاسيكية، عندهم حوالي 6 أو 7 طائرات. نعم. كلها بين 1930 و 1950. يعني ما في تطور على هذه الطائرات ولا في أي تعديل. نعم. بأجهزتها الملاحية أو بالماتيريال تبع الصناعة أو أي شيء فيها، وهذا يعني اللي بيعطيها قوتها بأنها صديقة للبيئة، خاصة بالتحديات البيئية. يعني هذه الرياضات الجوية كلها صديقة للبيئة معروفة، يعني في أشخاص بيقولوا أنها صديقة للبيئة أكثر من الطائرات الأخرى ولا لا؟ محرك ستيرنج مان هو محرك ضخم جدا، محرك 14 اسطواني، خلينا نسميه يعني حارق للوقود. بس الفكره اللي بدي جاوبك عليها انه بوينغ 1930 طائره متينه جدا. انا لما رحت وقررت اني اجرب اني اطير ببوينغ ستارمان كنت متردد جدا، انا بطير طياره حديثه، طيارتي موديل 2017 2018، فيها كل وسائل الامان، خلينا نقول، وفجاه بتطلعي بطياره هي عباره عن محرك بثلاث عدادات. عرفتي كيف؟ يعني كيف بدي اقول لك؟ مقامره بالحياه. اكزاكتلي. بس لما عم بقرا خليني الاجراءات الامان تبعها اجراءات عاليه جدا، طياره بتقدري تنزلي فيها وين ما بدك، طياره بتقدري يعني في حال كان عندك انجن فيلير، في حال كان عندك هبوط اضطراري، عدم انهيار نحن نسميه 4G، بس مش تبع الاتصالات، ال4G الوزن تبع الهبوط. طياره رائعه جدا. ستارمان طياره قويه كثير كثير، وهذا الشيء واضح جدا انه هي الطياره استخدموها الجيش الامريكي عام 1934. نعم. يعني يمكن هذه التفاصيل بالطيارات انتم كمتخصصين بتعرفوها وبتفهموها، لكن الناس العاديين ربما محبي هذه الطيارات او المنبهرين فيها، يعني هذه رياضه مبهره منا موجوده بالعالم العربي مثل ما ذكرنا، باختصار لو سمحت للدول العربية كي تخفف من مخاوفها، شو بتقلن باختصار؟ لأنه في أشخاص منهم مضطرين للذهاب إلى الخارج ليمارسوا هذه الرياضة أو حتى يحترفوها. بين قوسين كتير الموضوع صعب، كتير صعب في البلدان العربية، كتير موضوع صعب. موضوع القونة العربية في موجود في 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 الطيران الخاص الصغير والطيران الخفيف ULM والفيجوال كتير موضوع معقد. نعم. كأجهزة. طب وبالنسبة للشباب العربي اللي مهتمين بمثل هذه الرياضة شو بتنصحهم؟ وين بيتجهوا؟ الشباب العربي بشكل عام ما قدموا غير أوروبا، دول الغربية مع الأسف. نعم. في حرية كاملة بموضوع الطيران، تحرروا من منطقة الزون المقيد. يعني في أوروبا نحن اليوم عنا زون مفتوح. نعم. فيك تطيري مجرد ما أنت عرفتي القوانين والأنظمة. نعم. تقدر تختاري الطيارة اللي بدك إياها وتطيري فيها. جميل. طيب. هذا الموضوع منتهي بالنسبة للشباب العربي. بدي أشكرك كثير الكابتن والمغامر طارق سعدة على حضورك وكل المعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها اليوم. يسعد صباحك. شكرا لك. سننتقل وإياك هبة لنتعرف على مدينة طنجة التونسية، سحر الطبيعة الخلابة هناك، نتابع في هذا التقرير. طنجة هي من الواحات الفريدة في الجنوب الغربي، هي تنتمي إلى منظومة كاملة للواحات الجبلية بولاية طوزو. واحة طنجة هي ضارة في القدم، معناها الآثار لقيناها ترجع إلى ما قبل التاريخ، نلقاو عديد الحجارة المنحوتة اللي تبين أن الإنسان تصب في الأماكن هذه منذ عصور وعهود ما قبل التاريخ. تثبت هنا معنا قبائل عدة واستطاعوا أن يحولوا المياه الجارية في هذا الوادي، وادي طنجة، والعيون الموجودة هنا يحولوها إلى الأراضي المحاذية لهذا الوادي لإنجاز واحات في شكل سموها هنا شكل سلالم، هي واحات مستبات دي زواليس أنتغاس. السكان هنا بالذكاء متاعهم استطاعوا أن يطوعوا هذا المجال ويجلبوا الأتربة
وخلينا نقولوا يبنيوا هما هالسلالم هذوما ولا المصطبات باش ينجموا يعملوا الواحات الجميله والاشجار المثمرة. عنا اشجار متعدده الانواع من برتقال من تفاح من خوخ من مشماش وكذلك زراعات بينيه خاصه من الخضروات. الحظ ان المنطقه ذات مغزى هي جد ما بين زوج جبال، هذاك علاش اللي استغلوا في المنطقه في اللي استغلوا الماء باش يزرعوا عليه النخيل واحد ما نجموش ما قدوش ما عندهمش اراضي باش يتوسعوا فيها، هذاك علاش الماء كافي ويقعد يسقي الواحه بشفه عامه من غير نقص. لكن لازم نقول ثم في مناطق من الواحه فيها معناها وفره الماء. وظيفة الأحلام قد تصبح حقيقة مشاهدينا مع هذه الجزيرة الإيرلندية، فلقد نشرت جزيرة جريت بلاسكت الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الغربية الإيرلندية إعلانا لوظيفة مميزة على تويتر تتضمن الإشراف على مقهى يقع في هذه الجزيرة الساحرة مقابل مزايا جيدة. وحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية فإن المقهى يقع في الجزيرة التي لا تتمتع بخدمات الكهرباء ولا الانترنت، وتمتد مدة العمل في الوظيفة التي لم يكشف عن راتبها من 1 ابريل الى 1 من اكتوبر او 1 من اكتوبر من العام نفسه، وستكون الإقامة والطعام بالمجان بالإضافة الى مجانية الاستمتاع بهذه المناظر الخلابة. ونقلت الصحيفة البريطانية عن أليس هايس التي وضعت الإعلان قولها: ربما يكون الوضع شاقا وصعبا بعض الشيء، ولكنه فريد جدا، فهو يعود بالمرء إلى أساسيات الحياة، النار، الشموع والأفران والحياة البرية والطبيعية، ولا يوجد يوم يشبه الثاني على الإطلاق. وسيتعين على المشرف أو القائم على هذا المقهى أيضا إدارة 3 منازل ريفية تستوعب ما يصل إلى 21 شخصا وتقديم الخدمات كالشاي والقهوة وغيرها. طبعا هبة، هذا خبرنا لليوم، إلى أي مدى أنت قادرة على القيام بهذه التجربة؟ إن كان بإغراءات مالية بالمقابل أو حتى لمجرد أنه أنت تريدين عيش تجربة طبيعية جدا مثل الحياة القديمة. شوفي راوية، من دون إنترنت تليفون وكهرباء. هو هون يعني هون ربما المميز والصعب بنفس الوقت. بتعرفي أنا بالنسبة لي يمكن الأمور تكون شوي صعبة، ويمكن روح زيارة قبل كسياحة وبشوف قد الوضع حيكون ملائم، ولكن بتعرفي أنه مثل هذه الجزر هي مقصد لكثير من السياح، ومثل ما حكيتي بأول الخبر أنه هي وظيفة أحلام، ففعلا فيها تكون هالوظيفة حلم لكثير من الشباب اللي عن جد بفتشوا على أنه ترجع الأمور لأصالتها ويبتعدوا عن كل هاي الضجيج اللي نحن قاعدين عم بنعيشه. يمكن أنا بتعرفي هي بعتبر اوقات احيانا انا عندي الجرأة اني اجرب هكذا تجربه على سبيل التجربه، لكن ليس العيش طول حياتنا هاي. صحيح. شكرا لك هبه. مشاهدينا فاصل، نتابع بعده نافذه وضيف من سلطنه عمان، تابعونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وصباح النور لك راوية مرة أخرى. من أبرز وجهات السياحة الغربية والعالمية، بلد جميل بأهله وعاداته وطبيعته، نزور سلطنة عمان بلسان وعين الإعلامي العماني عبد العزيز بن علي السعدون في فقرة من هنا وهناك. كيفك؟ سهلة. يعني بداية، سلطنة عمان مميزة من ناحية الطبيعة، من ناحية الطقس، من ناحية الثقافة أيضا، شو اللي بيخلي سلطنة عمان تحتل هذه المكانة الهامة على الخريطة السياحية بالعالم برأيك؟
صباح الخير. أولا شكرا على الاستضافة. شيء ثاني قبل نبدأ بالإجابة، إذا سمحتوا لي، إحنا نعيش فترة حداد طبعا، معزي أنا كنت أريد أعزيكم طبعا بوفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس الله يرحمه. وكما اتفقنا يعني أنه نطل على مسيرة هذا الرجل العظيم الذي اخطط له خطا سياسيا بارزا على خريطة العالم السياسية وعلى التنمية الداخلية. فجلالته رحمة الله عليه كان من أوائل الزعماء العرب الذين بدأوا بخط سياسي يعتمد على دولة المؤسسات والقانون، وأرسى دعائم هذه الدولة منذ عام 70 حتى وفاته رحمة الله عليه، وحقق منجزات حقيقة مذهلة في يعني كل لا شك. اسمح لي على المقاطعة أستاذ عبد العزيز، يعني السلطان قابوس كنا قد استعرضنا إنجازاته بفيديو لأنا العربي. نعم. يعني نتمنى أن نستغل وجودك أكثر. نعم. بالحديث عن الإعلام أيضا. نعم. السياحة بسلطنة عمان، يعني أخبرنا عن، بما أنه حضرتك إعلامي، عن جو الحريات هناك، وأنتم بلد التسامح معروف دوركم بنشر التسامح بالدول الخليجية تحديدا لتخطي كل الأزمات حتى السياسية التي حصلت. عن جو الإعلام والسياحة هناك أخبرنا أكثر. طبعا حب الله عمان بتنوع بيئي وتضاريس متنوعة. هناك الصحراء والجبل والسهل والبحر، يعني هذه المقومات لها دور الآن بعد ما جلالته رحمة الله عليه ارتاء أن تؤسس وزارة للسياحة، وهي يعني جزء من رؤية جلالته رحمة الله عليه لاستثمار هذه المواقع وهذا التنوع. ولكن كانت تعليماته رحمة الله عليه أن تكون سياحة ثقافية وليس سياحة رخيصة. عندنا 3250 كيلو متر من الشواطئ. نعم. نعم. معظمها بكر، نطل على 3 بحار ومحيط، بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وأيضا المحيط الهندي الذي هو رافد لهذه البحار. فتخيلي هذه المناظر الجميلة. عندنا الكثبان الرملية، الصحارئ، احنا جزء من الربع الخالي يقع ضمن عمان. عندنا الجبال، عندنا التنوع أيضا الأحيائي. كل هذه حقيقة وضعت لها قوانين حمائية. نعم. لحمايتها من العبث. جميل. وهي جزء من تكوين التفكير لصاحب الجلالة رحمة. نعم. الله عليه. وهذه الخط سيستمر عليه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد لتكملة المسيرة. نعم. كنت حابة أسألك عن المرأة العمانية المتميزة دائما، خبرني عن تمكين المرأة ودورها في المجتمع العماني. كما قلت لك، يعني المحاور التي ارتكزت عليها رؤية المرحوم صاحب الجلالة السلطان قابوس لم تهمل المرأة، على اعتبار أنها أم وأخت. نعم. وبنت، وهي الحاضنة للنشأ، فبالتالي أعطى اهتمام كبير للمرأة. حتى هناك تمثيل كبير يعني للنساء، يعني في الوزارات، يمكن الدولة العربية الوحيدة اللي فيها عدد من الوزيرات. صحيح. عندنا عدد كبير أيضا موكلات الوزارة. صحيح. عندنا عدد كبير من السفيرات اللي يمثل عمان، وهذه طبعا كانت مقتصرة على الرجل أو المجتمع الذكوري في كثير من الدول العربية بين قوسين دول الخليج. فاهتمام جلالته بالمرأة رحمة الله عليه ناتج عن أن دور المرأة لابد أن يكون فاعل. ثم طبعا الأجيال هي صانعة الأجيال. هي عن الشباب وعن الأجيال الجديدة والصاعدة. نعم. نلاحظ أخيرا بأنه للشباب دور كبير بالتطور الذي
تعيشه وتشهده الآن سلطنة عمان وعن الانفتاح الاقتصادي والقوانين؟ يعني أنا أسمع الكثير من مستثمرين يريدون الدخول إلى السوق العمانية بأنه القوانين تساعد، ليست معقدة، لا تنفر رؤوس الأموال. أخبرنا عن هذه النقطة لو سمحت. موقع عمان الاستراتيجي بين طرق الملاحة البحرية، وتعرفي أن الآن التجارة النقل البحري تقريبا على 70 يشتمل على 70-80% من تجارة العالم. إحنا نقع على طرق الملاحة البحرية، مضيق هرمز تعبر منه تقريبا 40% من طاقة العالم، تتجه شرقا إلى شرق آسيا، الهند والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا، والجانب الآخر يتجه إلى أفريقيا وأوروبا، إضافة إلى المناطق الآمنة، الممرات البحرية الآمنة. عندنا مثلا تقريبا 4 موانئ عملاقة، وهذا ما حققه جلالة السلطان رحمة الله عليه، أن نستثمر هذه المواقع. يعني هذه مدينة الدقم الاقتصادية، ميناء، مطار، ميناء مناولة، حوض جاف، مدينة صناعية، مدينة اقتصادية. كل هذه عطت كما ذكرتي أنه المستثمر بدأ يتجه إلى ثم الإجراءات يعني الاستثمارية الغير معقدة، فبالتالي أنا أعتقد الجذب حيكون أكبر. نعم. يعني الإعلامي العماني عبد العزيز بن علي السعدون، بدي أشكرك كثير على كل هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله بنلتقيك في ما حكينا شيء. أنتم الظاهر وقتكم يعني محصور. يعني عمان نتحدث ونتحدث عنها أكثر وأكثر، دائما حاضرة عنا بصباح يعني أيضا، وإن شاء الله ستكون ضيفنا بفقرات قادمة لنتحدث أكثر عن سلطنة عمان اللي مثل ما ذكرت هبة هي حاضرة بتقارير عدة عن جمالها وجمال أهلها. شكرا جزيلا، وأنا أشكركم على الاستضافة، ونتمنى للتلفزيون العربي الازدهار والتقدم والتميز إن شاء الله. شكرا لك أيضا. نبقى بالطبيعة. وزنبق الكلا التي توصف بأنها أجمل أنواع الزهور وأكثرها رومانسية، فكيف يتم الاعتناء بها والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة؟ نتعرف على الإجابة مع المهندسة الزراعية كندا بيطار. يعني كل أسبوع تأتين وبجعبتك أزهار من عيدة. خليك نبتة عن هذه النبتة الكالا. كالا هيدا هو اسمها، أو منسميها كمان باللغة المتعرف عليها أروما. اسمين لها النبتة يلي هلأ عم نشوف بعض من ألوانها، ولكن في ألوان بعد أكثر، وكلها بتبلش من الأبيض للأصفر لننتقل للون البرتقالي، وبعدين الأحمر والأحمر الغامق. ما مصدرها وما موطنها؟ أنا دايما بحب وقت نبلش نحكي عن أي نبتة نعرف أصولها، لأنه كتير بيعطينا فكرة عن كيفية الاهتمام فيها. الكالا هي نبتة وصلتنا من جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا طقسها كتير شبيه بالمنطقة المتوسطية، وبالتالي مشان هيك بتشوفي أنه الكالا بتقدر تعيش على كل مناطق بحر المتوسط بسهولة نسبيا. أكيد كل نبتة لها خصائصها، ولازم نعرف كيفية الاهتمام فيها. كنا عم نحكي قبل برات الهواء، عم بيقولوا لي بركي نبتة موسمية، نحن منزعل انه بتروح وخلص هيدا هو الموسم تبعها. كل النباتات مثل كل الكائنات الحية عندها هالدورة الحياة يلي لابد انه يخلص مرحلة لترجع مرحلة تانية. الكالا منا من النباتات الموسمية، ممكن تضل من سنة للتانية، ولكن يلي بيصير هو انه نفقدها كليا، يعني بيروحوا الازهار والاوراق تمام. كمان بفترة معينة لترجع عن جديد تعطيني تفرخ أوراق جديدة وأزهار جديدة. كيف الوقت تبعها؟ مثل هالأوقات من السنة هيدا وقت مبكر انه نلاقيها مزهرة، هي ابتداء من أواخر شهر شباط فبراير بتبلش تزهر، ولكن ببعض المشاتل بيخلوها تزهر شوي قبل بوقتها، وبتضل كل فترة الربيع. بالصيف تفقد الأزهار، بضل في عندي بعض الأوراق، وبعدين بآخر الصيف تنبل الأوراق ولازم أنه تنشيل، لحتى بالخريف ترجع تحضر حالها ترجع تزهر عن جديد، وبترجع
دورة تانية. الكالا من النباتات يلي فينا نخليها بالداخل أو تنزرع بالخارج. بالخارج كمان إذا كان الطقس مناسب لها، يعني إذا كنا بطقس متوسطي، بينما بالمناطق الحارة أكثر لا، عادة منفضل أنها تكون نبتة داخلية تزرع بالداخل. إذا بدي خليها لسنة الجاي بدي أعطيها اهتمامات خاصة بالفترة اللي ما بتزهر فيها لنرجع نستعيدها. طيب كندا، ماذا عن طريقة الري والكمية؟ يعني أنت دائما ما بنصائحك الزراعية بتقولي أنه ضروري أنه نشرب أو صحيح. نشبع النبتة وبطريقة يعني بطيئة وليست دفقة واحدة. صحيح، لحتى تشرب مزبوط. هلأ هون كتير مهم للكالة بالتحديد، هيدي نبتة كتير بتحب المي، بسن ما بموطنها الأصلي بالقرب من المستنقعات المائية، وبالتالي هي نبتة كتير بتحب الماء. اللي لازم نعرفه عنها أنه ما لازم نخليها تعطش أو ينشف التراب، المزيج التراب يلي هي مزروعة فيه قبل ما نرجع نسقي عن جديد. نعم. ومثل ما قلت دايما منشدد أنه مش الكمية هي المهمة، دايما لازم نكتر نكون يعني كرمة بكمية المية اللي عم نعطيها، ونتأكد انه التراب اللي عم نسقيه هو تراب بيسرب المية منيح، يعني وهيدي الطريقة الامثل لحتى نسقي نباتاتنا. مش هيك نبتة مثل الكالا، ونحن هلأ بفصل الشتاء اللي هو الاقل حر من بقية الفصول، عادة بنسقي مرتين بالاسبوع. بالصيف ما بنسقي كتير لأنه بتكون فقدت الأزهار وفقدت الأوراق، بيصير في عندي غير طريقة، لكن ضروري ري حتى بالصيف. لا بالصيف بتكون ما بقى في عندي شيء، بيكون بس في عندي الجذور يلي هن تحت الأرض، وهيدول لازم أنه ينشفوا يتعرضوا لفترة بنسميها فترة الثبات يلي هي خلص كأنه منا موجودة، كالجفاف يعني. صحيح. ومن بعدها ببداية فصل الخريف، يعني عم نحكي بشهر تشرين الأول، منبلش نرجع شوي شوي تدريجيا منسقي هالنبتة لحتى ترجع تستفيق عن جديد وتعطيني الأزهار تبولة. فإذا هي صحيح دورة حياتية متكاملة، ولازم نعرف مراحلها لحتى نعرف نهتم بالكالا. ماذا عن الفيتامينات؟ يعني في أشخاص بيتسألوا هل هذه النبتة بحاجة لفيتامينات كي تعيش أو تزهر بطريقة أفضل وأجمل؟ أوكي. كل النباتات هي بحاجة لمغذيات لحتى تقدر أنه تعيش. الكالا أكثر من غيرها بتقدر أنه تستغني عن المغذيات. ليش؟ لأنه هي بتنمى من جذور منسميهم رايزومز، أو يلي هن مثل تورمات موجودة بالجذور. هالتورمات مثل البصل يلي بتبقى جوا بقلب الجذور، بتخزن بداخلها الغذاء يلي موجود بالأرض، مشان هيك هي فترة الثبات تقدر تضل عايشة بس بدون ما تصرف المغذيات يلي عندها، وبتخزنها لفترة طويلة. مشان هيك بتقدر انه تستغني شوي عن المغذيات. اي متى بنحط المغذيات؟ بالفترة يلي هي عم تعطي الخضار وعم تعطي الأوراق، عم تزهر بالربيع يعني. صح، بتبلش تعطي الأوراق بالبداية وبعدين تعطيني الأزهار. أول ما تبلش تعطيني أوراق ممكن أنه نحط لها مغذيات خاصة بالنباتات الخضراء. هيدا بركي موضوع نرجع نحكي عنه بعدين عن كيفية إعطاء المغذيات. ومن ثم بس تبلش تزهر، إذا كان في عنا حوالينا مغذيات للنباتات المزهرة خاص بالنباتات المزهرة كمان منضيف. وعادة المغذيات منحطها مرة كل 20 يوم أو مرة كل شهر، مهم أنه الوتيرة تكون منتظمة وبالفترة يلي هي عم بتزهر متعارف فيها. عليها أو الفترة الطبيعية. صحيح. إذن المهندسة الزراعية كندا بيطار، شكرا جزيلا لك على هذه النصائح. بدي أعزمك معي أيضا لحتى هيك ندوق، أكيد شميتي رائحة الحلوى طيبة. الكيك، خلينا نتوجه على المطبخ لحتى نتذوق. في عنا نوعين بس لخبرك، نوعين من الكيك اللي هو الصحي مع اختصاصية التغذية نور قرعالي، وأيضا الكيك اللي هو الطبيعي اللي بنتناوله بالمحال التجارية مع الشيف فؤاد. نعم. يا أهلا وسهلا. هلا حنبلش، يعني هلا بدنا نشوف حدا بيعرف مين اللي عمل الصحي ومين اللي عمل هلا مبين العادي. طيب بدنا هلا انتم لحالكم تقدروا تعطونا مين الاطيب ايضا. يلا هاي حنعطيكم. تفضل. ابدا ابدا.
فاذا اول شيء بتلاحظوه هو الفروستنج او الغطاء اللي شايفينه فوق الكيك. الكيك هون الغطاء ابيض لانه استعملنا فيه الزبده والسكر. فعندنا 130 سعره حراريه بالملقعتين او 2 معالق الطعام فقط. كثريهم انت نحن بلشت تزعلي هلا 130 بيطلع ونحن هون عندنا بس 80 سعره حراريه ومستعملين بس الافوكا. فهونيك هلا عم تتناوله شيء بعلي الكوليسترول بعلي الدهون الغير مفيده. لا 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 انما عندي حكي شيء طيب وكمان حيكون مفيد لكم. نعم راوية شكرا لك. راوية اول وحده لازم تاكليها. ايه لا طبعا خلينا نشوف. انا من اضيف الافوكا بالكريم وال هلا هبه نعذبناك كثير لك قطعه اكبر. هاي رشوه. يعني انا اصلا كنت بدي اسال بدنا نحدد اذا بنعطيها لهيبة حسب قديش شاطره بالصف. يعني زميله حضرتك زميله ايضا لهيبة بالماجستير رساله الماجستير عم تحضرها كيف شاطره ولا لا؟ هي مشغوله بس هي ذكيه. دائما بقول هي ذكيه. شفتي؟ من مجالها يعني ما عندها صعوبه. ايه طبعا طبعا عسلامه. جايه من خلفيه مهنيه. طبعا شو رايك بالكيك طيب؟ والله بس في سكر زياده. طيب اعطيني رايك بالكيك هذا صحي. هذا صحي اكثر مع الافوكادو. هيدا صحي في شيء من الخضار كذا. هيدا افوكادو لانه بقلبه مش زبده. صحتين شو رايك كندا انت ايضا؟ والله طيب بدك تقول بعد ما زلت بس مزبوط في شيء طيب كثير صحيح. هيدا كمان لانه عم نشتغل الكريم اللي على الطريقه الامريكيه اللي هي الكريم كريم اوبر اللي هي كنايه عن كميه كبيره من الزبده مع كميه من السكر. وانتبهوا هون شاف فؤاد كان حاسس بالضرب ومخفف كميه السكر. صحيح يعني صحيح. اذا بدنا نجي للمزبوط كميه السكر دوبل. انتوا اللي معلمين الامريكان هذه الاشياء. الامريكان ما عندهم الاستيك. ما عندهم الا لما راحوا المهاجرين الاول على جابوا معاهم كل ثقافتهم. صحيح. يعني المطبخ اللبناني معروف من اشهر والمطابخ العربية. اشكرك كثير الشاميه اكثر شيء. عبد العزيز رح اشكرك كثير. تسلم. وبدي اقول دائما انه الشعب العماني هو مش بس شعب مسالم ومرحب بالضيف وانما ايضا هو متعلم وبضل يطلب العلم كما يقال يطلب العلم من المهدي الى الاحد. فبدي اشكرك كثير. بدي اشكرك لك كيندا وكمان نور قرعلي وشيف فؤاد. وبدي اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. تابعونا كل يوم الثامنه بتوقيت القدس. تابعونا غدا مشاهدينا وانتظرونا بفقرات جديده ودائما من صباح النور. الى اللقاء. الى اللقاء.